قبل ما نتكلم عن التغيير احنا بنتكلم عن تاريخنا وصناع التغيير في العالم. We're talking about the change maker. Change maker is one of the arc scientists. حسن هاسم حد عارف عمل ايه؟ بصريات. What do you call it? Huh? كاميرا كاميرا. The one who has invented the camera at the very beginning. خلاص؟ So he was one of the change maker. طبعا سوري هنا في حتة لو احنا فاكرين ومن تعبد النور احمى احلامه يبارك من نور النظر. مين اللي كتب الشعر؟ هو رود ذيس بيس اوف بويتري. ابو القاسم الشابي. ابو القاسم الشابي واز ا بويت ات ذا ايج اوف 25. هو مات عنده 25 سنه وكان شعره عنده 25 سنه. فكرت اوف لايف ذير ار تشينج ميكرز. متفقين؟ دي مقدمة. أنا بس هشرح حبة كده حاجات إيه تعريفات الرأي الشخصي، ورأي الشخصي ليس منزل. يعني ممكن يكون خطأ. ما أقوله قد يكون إيه؟ خطأ. What I say could be wrong. So don't be upset at what I'm saying. كرسي الحكم وسيلة وليس غاية. Being a president or being in government, is not an aim. It is a mean. ده نمرة واحد. نمرة اثنين التمكين. Empowerment. Empowerment لا مش هو مش هو التمكين ليس خطبة أو موعظة أو تمكين من أعلى أو تمكين حزبي فقط، لكن هو تمكين من يصلح من المجتمع ليقود المجتمع. Empowerment is not a speech, not advice, but societal reality. Civil societal reality. Gives the right to the best in the community to lead. ده التمكين. تفاعل قد اكون ايه؟ قد اكون ايه؟ مخطئ. ها؟ دائما انا مخطئ. ده التمكين. نمرة ثلاثة. الدين. يعني ايه مدني؟ دائما هم بيتهمونا بان الدين خارج السر. الدين رسالة مدنية انها جاءت لكل مواطن منها. Religion is a civil, message. It came to address every civilian in the society. يعني الدين لما جه يخاطب البشر. البشر المدنيين ليسوا عسكريين أو أمنيين. فمن يعزل الدين عن الدولة يجعل الدين ليس مدنيًا. واضح الأمر؟ لأن تعريف المدنية في الغرب أو في المذاهب الأخرى عشان إقصاء الدين خارج المجتمع. فنحن لا نقصي الدين عن المجتمع. So religion is a civil message. The أنبياء والرسل مصلحين اجتماعيين موجهين من السماء. Messengers and prophets of Allah سبحانه وتعالى are social reforms guided by Allah سبحانه وتعالى. By God. فلا نمشي وراء تعريفات الآخرين لعموم الأديان. قد أكون حد سمعني كده؟ مخترع حتى مخترع دي. طيب. بعض التنظيمات الدينية لابد أن ترجع وتنظر إلى رسالتها وأدائها مرة أخرى. هل نستطيع أن نقوم بكل الأشياء؟ أو نستطيع أن نخصص بعض الأشياء؟ Some of the religious institutions need to look back at its structure and its message. Can we do everything? Or we can specialize in something? قد يكون في بعض الأحيان المجتمع بسيط نستطيع أن نقوم بكل الأشياء. لكن قد حينما تعقد المجتمعات قد نستطيع أن نقوم بكافة الأشياء. Sometimes it could be possible to do one or two things because the society is not complicated. But when the society becomes complicated, it could be difficult. We have to specialize. In different aspects of life and civil society of the country. واضح؟ بمجرد تعريفات. عشان نخرج من ايه؟ بره الصندوق. في بعض الاحيان قد نكون قادرين على اداره مؤسساتنا كلها. Sometimes this institution could be able to run its own organizations. لكن مش كل الاحيان.
عندما يتعقد المجتمع يصعب علينا أن ندير كل المؤسسات. When the society becomes complicated and the problem becomes more complicated and diverse, it's difficult for one organization to manage many institutions. This is an opinion. It's not Quran or Hadith. In Masjid, with رأيي أنا شخصي أن أنا بأكلم فكر غربي. بأكلم فكر غير فكرنا الإسلام. أنا أقول أن المسجد هو مؤسسة مجتمع مدني. لكي لا نقصي المسجد خارج المجتمع. وما يربي أن المؤسسة الدينية تقصى خارج المجتمع. فنرجع لهم ونقول إيه؟ لا، المسجد مؤسسة مجتمع مدني تقوم برسالة معينة. هل المسجد اللي بيديره ضابط في الجيش ولا ضابط في الأمن؟ لا، في الغالب هم مشايخ وأئمة ووعاظ، هم مواطنين عاديين تخصصوا في الفقه، في السيرة، في التاريخ الإسلامي، في التفسير الآخر. فالصورة اللي احنا واخدينها عن المجتمع المدني ده نخرج منه الدين، لابد أن إيه؟ نتدافع في الدفاع عن المساجد والمؤسسات دي، هي مؤسسات مجتمع مدني. واضح؟ طيب، المؤامرة طبعاً في الكلام ده قالوا قبل كده الشيخ محمد عبده ورشيد رضا ومين تاني وجمال الأفغاني ومين تاني وحسن البنا وغيرهم. المسجد حتى في بعض الناس دلوقتي بيتكلموا فيه، قد يكون بيتكلموا فيه بإيه؟ بروباغندا مختلفة. ولابد تعدى رسالة المسجد، رسالة أهل القرآن الأفغاني. موسك has different messages like cultural, service, look after the youth, after women, and everything. So mosque is a civil society organization. Should not be excluded from the society. خلاص؟ واضح؟ دي كلها دي مقدمة. لازم تخش في الموضوع. This is just an introduction. المرحلة الانتقالية, the transitional period, احنا حياتنا معمولة من مجموعة من المراحل الانتقالية. Our life is made up of many transitional periods. أنا كنت هنا من 20 سنة، شو ده يا محمد؟ 21. بعدين دخلت هنا بر، دي كلها بننتقل. فالأب والأم، this is where I started 20 years ago. And my mother and my father are preparing the transitional period for me every time. يعني هنتكلم في كده ان من طبيعه حياتنا ان احنا بننتقل من مرحله الى مرحله، ليست غريبه في اي شخص او في اي مجتمع. ليست شيء الانسان اكتشفه. It's not something that we are discovering it. It's something that we are living it. يعني دي مش حاجه احنا يقول لك ده هذا غير مبدع لانه اكتشف ان في مراحل. لا ابدا، هي موجوده، هي انتم شايفينها. غد واحد مع عجوز او ارض العمر هم بيكام فيري اولد بس نايل سو ذيس نورمال. يعني احنا لسنا مبتدعين هنا، لسنا مبتدعين او مبتدعون. التحول والتغيير تشينج اند ذا سنة اوف لايف. والذي لا يؤمن بان حياته على الارض عباره عن مجموعه قاعدات انتقاليه، شخص يعيش خارج الفضاء الزمني للمجتمع. يعني مش عايش معانا. Those people do not think that they are living in a transitional periods. Their life are not living with us. طبعا ده جزء من ابيات الشعر اللي قالها ابو القاسم الشبلي. هو الكون حي يحب الحياه ويحتقر الميت مهما كبر. فلا الافق يحضن ميت الطيور ولا النحل يلثم ميت الزهر. ناس نتحدى ننظر على قيمة الحياة اللي حطها أبو القاسم. Look at the value of life that put in this two lines. Very powerful and dynamic about how he loved life and how his life was dynamic. كيف أحب الحياة وكيف أن حياته كانت مجموعة من الديناميكيات.
دي طبعا بعض المراحل الانتقاليه دي some of the transitional period that we have discovered and we have studied in history. French Revolution صارت فرنسية كانت انتقال من مرحلة إلى مرحلة was a transitional period between one period to another period. استمرت 13 سنين was for 10 years لا تبدي بشيء. أربع عامين الأولى First World War أربع سنوات 4 years 37 مليون بعدين حصل حرب تانية عالمية تانية 6 سنوات 6 years 60 مليون يعني أوروبا يوروب in two world war they lost nearly 100 مليون أوروبا في حربين عالميتين فقدوا 100 مليون شخص لكن هم بعد كده هو عرفوا ان الحرب مش هي النهايه لابد انهم يقعدوا فلذلك هم كانوا الاتحاد الاوروبي after that they sat down together to make what we know now the European Union الشجره دي this tree of course is older than that اطول عمرا من تاريخ الانسان النمس التبندي اسمها التبندي اللي حد بيجي يروح السودان في شوارع السودان هنا معقول؟ على خط الاستوائية عند الإكواتوريال دي سبوس عمرها 600 سنة 600 years ده معناه this means actually ربنا خلق مخلوقات أخرى أطول عمرا من الإنسان الله سبحانه وتعالى stated other creation that are longer than man himself إيه بقى الخصائص اللي احنا نستعد بها لأي مرحلة انتقالية؟ كل ده كان مقدمة واضحة؟ أول خاصية نكون مستعدين دائما هي preparedness always be prepared ما تفاجأش إن في مرحلة انتقالية لأن حياتنا كلها مراحل انتقالية always be prepared دائما نكون مستعد سواء كنت أنت فرد أو حزب أو مجموعة أو تشكيل always be prepared الانفتاح openness لابد ان نكون منفتحين لان احنا جزء من المجتمع ولسنا المجتمع because we are a part of the society and we are not the society we are part of the country and we are not the country ونحن جزء من الوطن ولسنا الوطن وجزء من الشعب ولسنا الشعب we are actually a part of the country a part of the nation the people but we are not the people لذلك لابد ان ننفتح على كافة جوانب المجتمع نمرة ثلاثة الخاصية الثالثة أو اللي هي المشاركة والتشبيك partnership يعني نبني الجسور ونبني الشبكات مع الآخرين تشبك مع الآخرين والمشاركات ما يصبحش نحن بس في الخطب أو في المواعظ أو في المؤتمرات نتكلم عن التشبيك it's not enough that you talk about partnership you have to do it من خبرتنا احنا ما حدش يقدر يعمل عمل دلوقتي لوحده ابدا لابد يكون في شركاء لي from our experience في الهيومانيتيريان ورك العمل الانساني والمجتمعي ما فيش ولا جمعيه او حزب يستطيع ان يبني المجتمع وحده لابد ان يشارك مع الاخرين في بعض الاشياء there's something which could be very difficult اللي هو كيف نعرف او نتفق على تعريف المصطلحات يعني في بعض الدول الناس بيضيعوا وقت اكثر لانهم مش متفقين على تعريف مصطلح if we don't agree on the definition of terminology we waste a lot of time to discuss it يعني تعريف الارهاب محدش متفق عليه الديمقراطيه مختلفين عليها الحريات العدل كذا في اساسيات فرق لما بنجلس لابد ان نتفق على معايير التعريف when we sit down we have to agree on the parameters of definitions. Definition, because when we go to talk about democracy altogether, or shura altogether, or justice, وحاجات دي كلها, لابد نعرف احنا بنتكلم عن ايه. We have to know what we're talking about. فلابد ان احنا نعرف المصطلحات ونتفق على تعريف المصطلحات. دي من الاساسيات.
اللي هو معرفة آداب وقواعد الحوار. الحوار دلوقتي أصبح مهنة وفن. Dialogue becomes an art and profession. مش كل واحد يستعين من الحوار. أبداً. مش كل مسؤول قادر على الحوار. But every individual can make dialogue with others. Or can lead the dialogue. أنا قد أكون رئيس جمعية لكن غير قادر على عمل الحوار. فأبعد من هو عنده القدرة على إدارة الحوار. I could be the president of an organization but I'm not able to do that dialogue so I can send somebody to do the dialogue with others. لأن الحوار أصبح dialogue becomes an art and a profession. التفاوض كذلك. Negotiation is the same. مش كل واحد فينا يستطيع يعمل تفاوض. أصبحت مدارس وأصبحت أساليب وأصبحت سياسات وأصبحت محاور وأصبحت مسارات. Negotiation becomes art and profession, schools of thoughts, principles, everything. مش كل واحد إحنا نبعته to make negotiation, not to send anybody for negotiation. One of the يعني أحد الخاصيات الأخرى كيف نستمع ونستوعب الآخرين. هو يعني في بعض سفرياتي كان عندي 50 واحد في الغرفة. Some of my travels in workshops, 50 people in the room. And every one of them would like to speak or somebody else is speaking. كل واحد فيهم عايز يتكلم والتاني بيتكلم. ودي يعني احنا رجعنا لمدرسة الايه؟ المدرسة الابتدائية مرة تانية. كيف نستمع ونستوعب؟ مش نستمع فقط. We have to listen and comprehend and accept the opinions of others. الإعلام ميديا الإعلام معقد إزاي؟ أين نحن من استعداد إعلامي؟ Where are we from media preparedness? Where are we? نتكلم من استعداد الإعلامي نشتكي أن نحن لسنا يعني نهاجم وكذا 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 لكن نحن مش مستعدين للمواجهات الإعلامية. ده أصبح أكثر تعقيدا مما كان من قبل. الرؤية the vision for the country, the vision for the nation, the vision for the region. لابد أن نضعها سوية، لابد أن نضع هذه الرؤية مع الآخرين. We have to build the vision with others. Even the vision, our vision is the best. At least التانيين يكونوا شركاء معنا. لا يشعروا أن احنا متسلطين عليهم برؤيانا. لكي لا يصبحوا من يعارضوننا. Building vision has to be comprehensively built. عندما نبني رؤية للمجتمع لابد أن نبنيها ونشارك فيها الآخرين. المصالحة الوطنية اللي احنا بنبادر بالمثل هنا Truth and Reconciliation. طبعا كلكم عارفين الشخص ده اللي هو اسمه نيلسون مانديلا. في رأيين واحد بيقول لك قول عليه رحمة الله والتاني بيقول لك ما تقولش. اللي عايز يقول يقول ومش عايز يقول ما تقولش. أنا مش بتكلم فقه هنا صح؟ صح؟ قد يكون جزاكم الله خير بس دي يعني ايه نغازات كده. جنوب افريقيا وروديسيا كنا عارفينها من أسوأ المناطق في العالم اللي عانت من التفرقه العنصريه. وكان يعتبرون ان الاسمر ليس له وجود كالكلب او كالحيوان. حتى في كثير من البيت كان يمشي امامه عرايا ان اللي قدامهم ده مش 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 كائن. الاغتصاب والقتل وكل اللي احنا شفناه في الافلام. ومع ذلك لما جه نيلسون مانديلا يحكم البلد عملوا قاعده التصالح الوطني. كم الف واحد قتل من جنوب افريقيا؟ نظر هو لكيف يبني المجتمع في المرحله القادمه. Truth and Reconciliation في ساوث افريكا، ساوث افريكا هنا رواندا حتى فتح مكه مش فتح مكه اللي هي صلح حديبيه وحتى فتح مكه. يعني المرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكه ها وقال ايه يعني ماذا تظنوا عني فعل بكم؟ قالوا ايه؟ اخو كريم ابن اخو كريم قال ذهبوا انتم بقيتوا رقاب حبه الصحن. حتى صلح حديبيه
تذكر كثير عن جزء من شخصيته الاعتبارية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لكي ينتقل بالمجتمع من الصدام والحروب إلى السلام. الديمقراطية الوطنية، احنا عايزين ديمقراطية، ده ناشونال ديموكراسي ونيد ديموكراسي، لكن احنا عايزين يكون وطني، بمعنى يكون ثقافة محلية، قيم محلية، تاريخ محلي، عقيدة محلية، رؤية محلية. مش تجيب لي ديمقراطية من حتة معينة وتحطها عندي وتقول لي اعملها زي ما انا عايزها، لا، لابد تكون طالعة ها من المواطن نفسه، من الشباب، الرؤية طالعة من ايه؟ الوطن. National democracy has to be built within the country. And with culture, local values, local history, and everything. ولابد أن نكون معتزين بثقافتنا التي تؤدي إلى إرساء القواعد الديمقراطية المحلية. الوعي المجتمعي. يعني الوعي المجتمعي ده في القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة المعون ايه؟ كلمة واحدة اسمها الحق، صح ولا غلط؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض. كلمة حض اللي هي المناصبة، اللي هي بتساوي الذي لا يحض بيساوي من يكذب بالدين. فهي راسخ أساسي في بناء المجتمع إن إحنا كمواطنين أصحاب مؤسسات مجتمع مدني إلى آخره، لابد أن ننتهي المنهج اللي هو الدفاع عن المستضعف والدفاع عن اللي هم إيه؟ المهمشين، هو الحرب نفسه. اليوم في أغلب المؤسسات اللي عندنا الخيرية وغير الخيرية مش موجود قسط لمناصب الشغل. بناء التكتلات والتحالفات. زي ما أنا قلت قبل كده هو أنا بس بطلب بالمثل بالعمل الخيري أو حتى بالعمل الاجتماعي أو بالعمل الأخرى. كل دول بيتشاركوا مع بعض في رؤية واحدة. فلابد نبسط الأمور عشان نأتي نبني بعض التحالفات ما بيننا وبين الجمعيات القريبة مننا. عشان لما ننزل ستيتمنت يعني بيان يكون 50 واحد أو 1000 واحد أو 2000 واحد موجودين عليه. We have to build a coalition with others to enable our message to reach many many people. Many nations. Instead of doing it alone. واضحة؟ يبقى نتكلم على بناء التحالفات. تطوع. Volunteerism. ده حاجة محتاجينها كثيرة جدا في المنطقة العربية والإسلامية. منظومة التطوع أصبحت حاجة مجتمعية ملحة. Building volunteerism becomes a compelling duty on us. لأن هي اللي بتخلق قيادات المستقبل، هي اللي بتخلق مشاريع، هي اللي بتعمل مبادرات، هي اللي بتحل مشاكل مجتمعية. We have to build a volunteering system in our society. دور المرأة. طلعت لك من إيه؟ من خصائص الاستعداد. أين دور المرأة في مجتمعنا، في القيادة؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم من صدر الدعوة، كان السيدة خديجة لها دور قائد. المجتمع نعرف كل دور سيدة يعني the role of women in building a society or in the transitional field is very important and this has been seen by Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم wife اللي هي سيدة خديجة رضي الله عنها. From سيدة خديجة من سيدة خديجة في الزمان اللي كانت تصرف المال تدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم تنشر الدعوة تخرج بين الناس إلى انكماش المرأة دلوقتي. يعني from the great role of خديجة رضي الله عنها in advocacy, in support, in love, in lobbying of the Prophet صلى الله عليه وسلم to no place for her even in the mosque. يعني حتى في بعض المساجد ما فيش مكان للمرأة عشان تصلي فيها. طبعا في دور مسلمة رضي الله عنها في شرح الحديبية إن هي أصلحت بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابه. نقلب بقى عشان المرأة. الشباب. هل الشباب بناخدهم زينة؟ أنا طبعا سعيد جدا 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 إن اللي موجودين كلهم شباب اللي هناك اللي في الركن دول. أنت أصغر الشباب. أنا؟ يا أبو ضحكة جنان أنت. أنا؟ أه. والكهولة هنا قدامنا، تحية كلها كهولة. أما هنا الشباب شو؟ أنتوا عواجيز أنتوا كلكم.
كل البنات مع عواجيز. All these girls are very old. We need the wind young like our brother at the back there. دول الشباب فين؟ واحنا المجتمعات 50% منها شباب. 50%. If we are not utilizing the youth, okay, they become like an atom bomb. Vulnerable. فإن لم نستفيد بقدرات الشباب سنتحولوا إلى قنابل موقوفة. يكون لهم دور فعلا حقيقي في المجتمع. والاستثمار الحقيقي في أي دولة، في أي وطن، في أي شعب، هو في الإنسان. And real investment in any nation, people, country is in human being. تعليم. لو حد يقول لي منكم أو مننا إحنا ميزانية التعليم في أي بلد عربي قد إيه؟ The budget for education in any Arab country, in any Muslim country, how much? Needless to say, وأسوأ من كده ميزانية البحث العلمي. قد إيه؟ هما دول اللي بيغيروا الفكر في العالم. Education and research are the change makers. وسائل تغيير قوية وحقيقية في العالم. لذلك لو احنا نفكر الدكتور مهاتير في محمد فين في ماليزيا كان بيصرف على مدينة التعليم 22% لمدة 23 سنة بعد الحكم بتاعه. If you remember ماليزيا came out from a poor country to the one of the nine tigers, Mahathir used to spend 22% of the budget on education consistently for more than 20 years. عشان كده خرجوا من بلد متخلفة إلى أحد النمور التسعة. في حاجات اسمها دبلوماسيات سياسية وإنسانية وهي مدينة دبلوماسية عزة. هي مدينة دبلوماسي، سوشيال دبلوماسي، سبورتس دبلوماسي، الدبلوماسية الرياضية، سمعتوا عنها؟ نعم. الأخذ بيها في الزمالك ولا أخذ. أنت؟ أنا؟ الدبلوماسية السياسية اللي هو الإنسانية الرياضية. بعد الحرب العالمية الثانية كان في ثورة رياضية في اليابان. والأمريكان لعبوا ضد إيه؟ ضد الصينيين لأول مرة. وبعدين جات لهم دعوة إنهم يروحوا إيه؟ الصين. نحن نسميها بينج بونج. اللي عشان تسمي بينج بونج في مصر. تنس طاولة. واخد بالك؟ فدبلوماسية البينج بونج. فراحوا الأمريكان بعد كده يزوروهم ولعبوا البينج بونج. فالرياضيين زاروا الهند. الرياضيين الأمريكان زاروا الهند قبل الدبلوماسيين والسياسيين الأمريكان. السبعينات. في الهند وباكستان حرب طاووس. بقى لها كام سنة دلوقتي؟ 71 47 إلى آخره. لكن في الهوكي في الكريكت باكستان والهند بيتلعبوا. ففي دبلوماسيات رياضيه انسانيه اجتماعيه الى اخره. انواع دبلوماسيات كثيره. خلاص كده دول 17 نقطه في الاستعداد للمرحله الانتقاليه اللي هي موجوده في اي وقت. These are 17 points or 18 points. We have to look at it in building or actually going to through the transition period. انا مش هتكلم عن اسم المؤسسه دي لان انا كنت بنتمي اليها عشان ما ابقاش ان انا ايه بقراوي ابنها. لكن انا هقول حاجه مهمه جدا. بص احنا نجحنا في تاسيس حراك انساني اللي هو الحركه الانسانيه. والحركه الانسانيه تبنى على العواطف. زلزال، فيضان، بركان، حرب، فالناس تدفع فلوس. ولكننا لم ننجح في بناء حراك اجتماعي. اللي هو نبني المجتمع من تحت. نبني الشبكات من تحت، نبني القواعد الصلبة قانونها من تحت، لأنها صعبة، أصعب من العواطف. التحدي الآن هو تأسيس حراك اجتماع مجتمعي. We have succeeded embedding humanitarian movement, which is built on a emotion, the action. But it's very difficult and challenging to build social movement, اللي هو الحراك المجتمعي. فأنا كنت هنا هو من السهل تأسيس حراك إنساني أن يعتمد على المشاعر المانحين الى اخره. ومن الصعب بناء الحراك المجتمعي. التدريب والتاهيل وبناء القدرات.
مين فينا بيدفع عليها؟ كاباسيتي بيلدينج زي اخونا عزت كان بيقول كاباسيتي بيلدينج تريننج نوبدي بقى ما فيش حد بيدفع عليها فلوس ان احنا مش مقتنعين بيها عايز حد يموت عشان نتبرع وانس وي بي ديد تو دونيت سلوتر تو دونيت ريب تو دونيت بيرن داون تو دونيت بس تو اسك ذم تو بيلد ا سوسايتي ات از ديفيكولت ها اتفضل مين عارف مين يعرف النسيج هنا اللي اتجوز واللي ما اتجوزش This is weaving and knitting actually. ها السجاد مين من خبير في السجاد؟ عندكم في الصومال سجاد يا مقديشو؟ ما فيش سجاد في الصومال. مين هنا؟ ما فيش حد يراني هنا؟ اتراك مولاي اتراك. اه سوري مولاي حد يا مولاي اتراك. انا هتكلم عن ايه؟ عن الصناعه المجتمعيه وبناء المؤسسات المجتمع المدني. كل عقدة في النسيج ده النسيج ده هو الوطن. This carpet is like our country, our nation. And every knot وكل عقدة هي بتتماسك تجعل الوطن يكون أكثر تماسكا. وهذه ما نسميها مؤسسات المجتمع المدني. لازم تحاربها لأنها بتبني. قد يكون في بعضها عليه شبهة لكن الغالبية بتبني. مع الطفل مع اليتيم مع الأرملة مع المسكين مع المية مع الزراعة مع so all these knobs represents the civil society organization which makes this very expensive carbon وكلما زاد عدد العقد في البوصة المربعة واللي اتجوز انا يقول لك كلما ازدادت قيمة وقوة هذه السجادة الخشبه فيها 25 عقد بوصه لكن الشيرازي والتبريزي المعمول بالحرير فيه 200 عقد وانا بسمي العقد هنا اللي هي مؤسسه المجتمع المدني الخدميه بتاعتنا the more we have effective civil society organization to bond the society together and to make the nation the more we have a strong nation فاللي دايما اللي بيتهم المجتمع المدني بانه مجتمع مسيس او مجتمع كذا او مجتمع مختلط ده لان هو مش عايز المجتمع ده يطلع قيادات مش عايز المجتمع ده يطلع تفاعلات ومشاريع وحلول لمشاكل those who attack the civil society organization are those who do not want to build their society and those who do not want actually to build the future leadership from the beginning دي طبعا معقدة شوية يعني بناء المجتمع بيبدأ من الفرد كردود فعل ممكن نعمله مع بعض كمجموعة يعني كل شهرين كل موسم كل كذا قطع تقليدي بينما بننظمه مع بعض بنعمله جمعية أنا بتكلم قبل كده هو ونحول الجمعية دي لشيء حرفي أو مهني بين حالة مؤسسة الجمعية عندنا هنا هو اللي بيملكها الأفراد واضح الامر ولا مش واضح قولوا لي انا ما اقف امشي الكلام ده اصلا مش فاهم يعني ايه فانا لا اعرف لا ادري كيف افهم اللي انا مش فاهم معانا شاب اكبر شباب انت انت فاهم كل حاجه تمام الفرق بين الجمعيه المؤسسه يا شباب ايه ان الجمعيه ملكيه الافراد the difference between working society start from individual the action seasonal, traditional, then we make organization. Then we become professional. Then we want it to become an institution. المؤسسة والجمعية. الجمعية يملكها الأفراد، الأعضاء. واضح؟ أما المؤسسة يملكها المجتمع. وهنا التحدي الكبير اللي هو بنسميه عنق الزجاجة. Organization is owned by its membership. لكن the institution should be owned by the society. And this is the bottleneck of giving the ownership to the society, not to the membership. واضح؟ واضح. واضح؟ تمام تمام. لكن عندنا بعد كده مؤسستين اللي عندهم قدرة القدرة المؤسسية في صناعة القرار، الانتشار، لكذا لكذا. واحدة فيهم قائمة على ملكية العضوية زي الأحزاب وبعض الجماعات الدينية والأخرى منفتحة على المجتمع.
والاثنين بينمو، واحدة بتنمو نمو يعني قد يكون محدود فيما بعد اللي هي القائمة العضوية، والثانية بيكون نموها أكبر لكي نصنع الصناعة المجتمعية والحراك المجتمعي اللي فوق. فده تطورنا في عمل الحراك المجتمعي. So we have two kinds of institution afterwards. An institution which is owned by the membership, and an institution which is owned by the society to create the social industry. Social industry, the صناعة المجتمعية. دقيت عليكم؟ قربت خالص. وعلى كل حد يقول صاحي، أنا فاكر إن كلكم نايمين يعني. اللي صاحي يقول لي. اللي نايم يقول لي صاحي، اللي صاحي نايم. ها؟ ازاي نضمن نجاح المرحله الانتقاليه دي؟ How can we be assured actually that we through our transition period is successful؟ اتفضل. في اربع ادوار، دور مزود المجتمع المدني، دور الحكومه، دور الدين. هندخل الدين هنا في كل فاصل، لان لابد ان نتحدى الدين، نتحدى بالدين المجتمع، ولابد ان نبذل الجهد الذي يحول الذي يجعل الدين يحول او يفعل المجتمع. ودور التعليم. اتفضل. اصبح دلوقتي بناء مؤسسات المجتمع المدني ده فرض عين. سوري رجع للاغنيه دي. Therefore, four categories to support the success of the transition period: civil society organization, government, religion, and education. Civil society organization, the role of civil society organization. أول حاجة، building civil society organization is a compelling duty on every citizen. أصبح فريضة رجالة. عنتر مش موجود anymore. عنتر، I am not there anymore. عند عبلة is not there anymore. ابن عبلة صح ولا؟ حتى شمشون مش موجود. ابن سامسون is not there anymore. الكوليز ما بدل انيمو. يعني الفرديه دي مش موجوده خلاص. ده السايد عارفين تقرا الكلام ده ولا المجتمع الذي ليس له مؤسسات مجتمع مدني هو مجتمع هش سهل اختراقه وتمزيقه عكس ما الميديا بتتكلم عنه تماما. واحنا عايشين في الدرس في الغرب الذي يوقف رئيس الوزراء مؤسسه مجتمع مدني، الذي يوقف رئيس الجمهوريه مؤسسه مجتمع مدني. أو تكتب. The society which does not have civil society organization to protect it, it is very weak, feeble to be penetrated and torn easily. Okay؟ طبعا الشعب الذي يفرض مصير الحكومة المدنية تحميه هو شعب جاهل. جاهل. The nation that does not produce civil society organization is an ignorant idiot. Lost and he's living in a dead coma, in a coma, clinical death. واضح شعوب التي تعطى الاموال لكي تغيب عقلها فهي شعوب تعيش فيموت بالموت الموت البسيط. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبدا الضغط بين إيه؟ الحفر. بين إيه؟ الهمل. الهمل. الحفر مش كده. بعد كده. زنادات. يبقى دور المؤسسات المجتمع المدني. This was the role of civil society organization. دور الدولة. على الدولة في ثلاثية في الدولة. الحكومة، المجتمع المدني، والقطاع الخاص. هم دول أساسيات بناء المجتمع. Government, civil society organization, and the private sector are building the society. In my opinion, we have to add another one because we are very weak at it. في رأيي الشخصي المغمور لأن لست بقارئ أو بعالم. أنا بس إيه مش بقول عبد الحليم كان بيقول لك سواح من المشي إيه حد حافظ أغنية مش حاطين أغاني حد مش محفظهم أنت أغاني سواح بالغربة يا عيني ما تقولوا حاجة العالم دي نايمة قصدي صاحية ولا إيه؟
انا عندي قدام مظبوط، لان احنا ضعاف جدا في المؤسسات البحثيه اللي هي جزء المجتمع المدني، والمؤسسات الفكريه اللي هي ثينك تانك انا حطيتها كمكون رابع في بناء الوطن. Because our so weak in research institution, which is a part of civil society organization, and think tank, which we don't have a lot, I put it as component number four. We have four: the government, government, civil society organizations, private sectors, institute, research, and think tank. دور الحكومة يعمل إيه؟ دور الحكومة اللي هو إيه؟ يسمح، يراقب ويحاسب، لكن لا يمنع. يسمح، يراقب ويحاسب، لكن لا يمنع. Allow, regulate and monitor but do not prevent. كنت أنا عايز أقول إيه هو؟ الدين. هنا بقى في حتة مع أدم كالكعة، الإخوة الفقهيين الآخرين. الدين جزء يتجزأ من المجتمع المدني. Our religion is a part of civil society. دي جزء من مجتمعنا ولا لا؟ حد ينكر ان الدين بتاعنا جزء من المجتمع؟ Anybody can actually deny that our religion is part of our society؟ ها؟ جزء من المجتمع. الانبياء والرسل زي ما اتكلم معاهم مستحيل اجتماعيين. انا بأصر على كلمه مدنيين دي علشان ايه؟ ليها فيها مقالب اخرى، مش كده برضك؟ كان عصابه، بقت فين؟ واخد بالك؟ ليه؟ لأننا لابد أن نخاطب الآخر بلغته التي يفهمها، ليس بلغتنا التي نتحدث بها. مدني. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مدني، إيه المشكلة؟ مش مواطن هو من قريش؟ سيدنا موسى عليه السلام مش هو مصري، مش كده برضك؟ أخذنا إدانا الباسبور يعني. وإدانا سيدنا يوسف الباسبور كذلك. لا ده سحبنا منه الباسبور. لا لا أنا واخد بالك؟ What I'm talking about the prophets, they are civil social reformer. Okay? التجديد اللي هو بنسميه renewal of the religion. في رأيي أنا الشخصي، من أول قلت أنا إيه؟ أنا مخطئ مش كده؟ مين اللي كان بيرد عليا؟ مش أنا مخطئ؟ أنت أيوه كده. حالياً نحن نحتاج لمؤسسات تحمي الفكر وتحمي الرأي وتحمي القدرات وتحمي القيادات. مش محتاجين للفرد اللي يخرج لوحده يعمل كل هذه الأشياء، لكن سنحمي هذا الفرد بتكوين هذه المؤسسات. لو كنا احنا عايزين في العصر أو في القرن 21 إن نبدل الدين، هنبدله ببناء كتل ومؤسسات مجتمعية تحمي الفكر وتحمي الإعلام بتاعك. ما يبقاش الإعلام عندك وحادي، ما يبقاش الرأي وحادي، ما يبقاش الفكر محادي، وهكذا يعني. فأنا في رأيي اللي قد أكون مخطئ فيه إن تجديد الدين العصري هو في بناء مؤسسات مجتمع مدني قوية، وأصر على كلمة مدني دي في كل المجالات، في كافة المجالات، لكي تستطيع أن تتدافع رغم دفع الله الناس بعضهم ببعض. في كل منحى من منحى الأرواح to build this strong civil society organization to actually empower the religion, renew the religion, not only the individual. لأن احنا عندنا فقهاء عندهم فتاوي زي ما انتوا عايزين. صح؟ وآراء زي ما احنا عايزين، لكن مين اللي بيوصلها للعالم؟ مين اللي بيوصلها للعالم؟ مفيش مؤسسات قوية توصلها للعالم. I've got a lot of fatwa and opinions by actually by prophets and no, not by prophets, by scholars, but nobody knows about it because there's no strong organization behind them to take it to second and third row. تفضل. ده تحدي للمشايخ حتى اللي فوق دي. النص الديني وقيمة النص الديني. أنا ماليش دعوة مين اللي بيتكلم على إيه تغيير خطاب المجتمع انتخابيًا، كل واحد حاطط موقفه اللي هو عايزه، أنا ماليش دعوة. أنا بتكلم على رأيي أنا. الكلام ده أنا أعرفه من خمس ست سنين مش من دلوقتي. التحدي هنا عندنا كيف نحاول تغيير هذه النصوص الدينيه كانت ايات او احاديث الى قيم مجتمعيه. وهنا بقى لابد ان الامام في المسجد يجتهد. How can we change the text, religious text,
into community value. And here, the imam, the scholar, they are to be challenged. Not all the time say that this has been done 200 years ago. It's fine, but I want the value. مش كل شوية نقول إحنا عملنا مدير دول مثال لكن عايز بقى القيمة المجتمعية للنصح الحق في النعفل في المرحلة اللي إحنا عايشين فيها. وبالتالي تتحول القيم دي إلى خدمة مجتمعية. حول القيم دي إلى خدمة. من التحدي الحقيقي نحن لا نريد علماء نصيين حافظة. أيوة. أشرب. عايز تحمل. انت ولا ماما والله. وانا يعني خطاب الديني في الجامع هو خطاب قيمي وخطاب خدمي اكثر ما هو بيكون خطاب نصي. دي برضه بالنسبه للفقه. الفقه الذي يتقدم بالدين على دروب الحياه يواجهها. اقولها ثاني. الفقه الذي يتقدم بالدين على دروب الحياة اللي يوجهها ليس فقها. Jurisprudence which does not become to bring the religion ahead of society is not jurisprudence. واللي عاملين نفسهم علماء وفقهاء هم ما هم إلا جهلاء. إن أنا أريد أن الفقه كما تقدم به سيدنا اسمه إيه؟ أبو حنيفة النعمان وغيره أن يقدم الدين فأصبح الدين يقود المجتمع. ودي دور الفقيه. So the jurists or the jurists they are not jurists if they do not make the religion to lead the society through the fiqh. واضح الكلام اللي بيعور كل منهم أن يمشي ورا شيخ عشان بيطلع كام بق كده حافظهم خلي البق الناس. Every one of us could be following somebody, some sheikhs, or just rehearsing. هناك فرق بين الحفظ والقول والاستقراء والاستنباط والتحليل وأخراء الأقراء ثم الفتوى. وإحنا حافظين نطلع في التلفزيون نقول كلام كبير محدش يفهمه الناس تقعد تسأل. نعلم فقه. فقه يجعل الدين يقبله المجتمع. ليس فقه يجعل الدين يكره من المجتمع. ميكروفون سيدي للتسجيل. ميكروفون. ايه؟ يعني الميكروفون بعيد جدا. اه سوري. حاضر. اصل انا صوتي حلو. ايه هو الفقه المجتمعي؟ سوري the jurist must make the deen the head of the society. Society will be the better. The societal jurisprudence اللي هو الفقه المجتمعي هو الفقه الذي تحدده حاجيات المجتمع. It is the jurisprudence which is made by the needs of the society. خلاص؟ من خلال استقراء الخبراء والفقهاء المجتمعيين. في خبير شرعي وفقيه شرعي وفي فقيه مجتمعي. There is social jurist and there is theological jurists. And both of them has to respond to the needs of the society. فقهاء المجتمعيين واصحاب الخبرات المجتمعيه المراد بها بناء اواصي الوطن الى اخره. تكلمت عن الخبراء المجتمعيين. يعني مثلا I'm a social, not me. You are a social jurist. انت خبير مجتمعي. يعني انت متخصص في جانب من جوانب المجتمع مشاكل المجتمع سواء الأطفال أو مشاكل النساء أو الأرامل أو السكن أو المية أو الزراعة فتفتي في هذا ثم تسترشد بالشيخ الشرعي لكي يكمل لك فتوتك ويعدها لك. لكن ما ينفعش بدون إيه؟ وجود الفقيه المجتمع اللي بنتكلم عنه. يعني the combination between the social jurist and the religious or the theological jurist. خلاص؟ التعليم طبعاً كلنا عارفين التعليم وقيمته في الحياة. لابد ان احنا نستثمر في التعليم لان الامة الجاهلة لا تصنع مستقبل. We have to invest
in society, in education, best in education. I mentioned it before. دي بعض القصص اللي انا هتكلم عنها بسرعه عشان دي من التاريخ وساعتها انا حتى ما اتعلمش منها. سيدنا موسى عليه السلام لماذا ارسل الله سبحانه وتعالى سيدنا الخضر لموسى؟ ده انا عايز بتنام عشان ترد. هو كان يعرف ولكن ما كان عنده خبره حتى يشارك الخبر. طب اجابه ثانيه؟ نيو مينينج حاجه ثالثه؟ ايوه مين اللي قال دي؟ اعلم منه. قد يكون شعر سيدنا موسى بان هو اعلم من اهل الارض وهو نبي من ذوي العزم من الرسل. فربنا ارسل اليه عبد عنده علم لدني عشان يعلمه العلم اللي مش عند موسى. فالقائد المجتمع لابد ان يستمع لمن هو في المجتمع اللي جاي يعلمه. الله سبحانه سن الخضر عليه السلام to Musa because he felt that Musa alayhi salam thought that he is the most knowledgeable man. So he sent a slave of him to teach Musa what Musa did not know from the knowledge of Allah. And actually here our leaders should know that actually in the society there could be somebody who is more educated and more knowledgeable than them. To listen to them. That was Sayyidina Musa. Barakat. ده قصة تعال عندنا قصة سنتو بتاعت النملة والإيه؟ النملة بتدل في قصة سيدنا سليمان عن سيدنا سليمان القائد يحاول أن يرعى أضعف مكونات المجتمع. From the story of the ant in سليمان story, he was looking after the interest of the weakest component of the society. واضحة؟ يعني أنا لما أكون قائد أشوف من هو الأضعف. ذلك سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر كانوا يذهبوا لخدمة هذه المرأة في الليل للمرأة العاجزة. So that's why عمر and أبو بكر رضي الله عنهم used to go and serve this old woman in the day at night. So serving the most needy and vulnerable and marginalized. الهدهد ده هو بوبال كان احد اعضاء مجلس ايه بيسموه مجلس الشورى بتاع سيدنا سليمان اسمه البرلمان ولا ايه بنسميه عندكم مجلس الحرب مجلس الحكم الحرب كمان وجئتك من سبأ بنبأ يقين ده الحرب يعني اعلى من مجلس الدول ده مجلس ده مجلس الشورى القومي جزاكم الله خير انت علمتني حاجه جديده امن الوقايه انت زي ما تصوركم ميتي اند لوك ات هيم He was late, he was not in the meeting with Sulaiman alayhi salam. And he was threatening that he would cut his neck and punish him and torture him. But see the confidence when the Hubu bear thiqat al-hudhud hinama dakhala ala Sayyidina Sulaiman yaqif muntafiq al-sadr laqad jirtuka min naba'in mish bakhabar بنبأ ومنتهى القوة، ليه؟ لأن كان سيدنا موسى سيدنا إيه؟ سيدنا سليمان هو إيه؟ العدل، عارف إن مجلس الحرب في عدل، أن الحاكم عادل، وكان يستطيع أضعف مكونات المجلس أن يتحدث بمنتهى القوة. جئتك من سبأ بنبأ يقين. اسمع يا سليمان، أنا قد كده اسمعني. بكل سليمان was the man of justice عليه السلام. This little bird to stand firmly, strongly in front of Sulaiman and the war committee, saying, I have brought to you the great news. You listen to me. And Sulaiman listened to him. So the leader has to listen to the weakest of the component in the society. خلصنا بس الدين وانت بقى هتاكل المجال. لا لا هو قال له احط بما لم تحط به. شوف دي اخطا. جزاكم الله. يا عزة بوس يا اللي جنبه بوس and he was telling him that I have brought to you what you don't have is knowledge. The knowledge I have as a Hubu bear you don't have. يعني هو كان بيتحدى سليمان كمان. He was challenging سليمان. My knowledge is different to your knowledge. See قوة because he was standing on the foundation of justice. إن كان الهدهد يقف على قاعدة العدل بتاع سليمان. لكن من خمس دقايق يقول لا اذبح النوم
I'm going to slaughter him. He hit this little bear to come back and say, hey, you listen to me. I have the knowledge that you don't have. Next, Habib Ali. Amin Dabah. Check me on this. Check me on this. دول قرنين لما راح هنا راح لمجتمع بسيط. خلي بالك مش كل المجتمع تطبع على نفس القواعد. مش كل المجتمع تطبع على نفس القواعد. لما جه سيدنا القرنين اسمه القرنين اسمه الكاف. He went to a very primitive society. Okay؟ كان محارب الاعداء surrounded by enemies and was an ignorant society. عمل لهم ايه بقى؟ What did he do to them? توفير الحماية protection اكتشاف الموارد المحلية يعني ايه؟ ادوني زبر الحديد حتى الحديد اللي عندهم ما مش عارفين. He was telling them on the mountain there is this iron blocks bring it. المشاركة بالمعلومات والتكنولوجيا علمهم he was actually teaching them information sharing and technology transfer. Okay؟ دربهم train them بنى قدراتهم build the capacity. شوف قد ايه؟ حماهم دربهم كشف مواردهم فعلهم بنى قدراتهم. مجتمع صفري. What he did to this primitive community is all this protection, discovering resources, information sharing, technology transfer, as well as بناء قدرات. And then after that he built for them اللي هو الايه؟ الحائط المانيع. And he built the wall. ها اللي بتمنع ياجوج وماجوج من الايه من الهجوم عليهم تبريمنت جوجل ماجوج فروم اتاك دي مجال. ده كان دور سيدنا مين؟ سيدنا ذو القرنين لانه راح لمجتمع جاهل ما كانش دوله تعامل مع مجتمع يختلف تماما تعامل مع دوله وهي دي ذا سوسايتي ذا فاميلي with a tribe is far more different when you use a state, structured state. لما تتعامل مع مجتمع جاهل كهذا يختلف عن تعامل مع دولة. هنا ده مين بقى؟ سيدنا يوسف. صح؟ وقت كلنا عارفين قصة and we all know the story of سيدنا يوسف عليه السلام. لأن هو because he was sent to a very structured country was deep states established, Allah had to prepare them. ربنا حب ايه؟ يبني ويدربه. اختباره مع اخواته, the test is his brothers hate him. The woman was actually trying to seduce him. And then all the women, كل النساء اللي قعدوا كده وقالوا يلا يا يوسف بقى وريني هتعمل ايه يا يوسف؟ بعدين كان المعبد اللي هو كان structured, اللي هو الدولة العميقة, the monks in the temple, right? كله أجنبي كمان, he was a foreigner to Egypt, he was not Egyptian, and the deep state. So, 30 سنة دول أو 25 سنة والسجن طبعا. ربنا سبحانه وتعالى أعد يوسف لكي يقود هذه الدولة القوية اللي هي تعتبر الدولة العظمى في الوقت ده. فتربية سيدنا يوسف تختلف عن تربية سيدنا ذو القرنين, لأن المجتمع المصري يختلف عن المجتمع بتاع جوجو مقبول. ده ما بتاع سيدنا ذو القرنين. واضح الفرق ما بين القادة الأربعة اللي احنا شفناهم الخضر وسيدنا موسى وبعدين سيدنا سليمان وبعدين سيدنا ذو القرنين وبعدين سيدنا يوسف وبعدين بعد كده سيدنا يوسف عليه السلام then actually يوسف peace be upon him he built all this partnership coalition with local community, technology transfer, training, capacity building, digging all the canals, storages, الأكل يا عز. في انتظار نهاية قصة سيدنا يوسف. أنت عايز تاكل الأكل المصري ولا إيه؟ عن سيدنا يوسف عليه السلام نقل كل التكنولوجيا. He transferred all the technology that had been taught by Allah سبحانه وتعالى in the society. خلاص انا هقف كده ان انا مش عايز اقعد الصبح خلص هنا بقى داخل.
هنا بس انا هقرا ثلاث ابيات الشعريه دول ولا عدول بقى خلاص انا خلصت كده ولا عدول يا حسن ورن نشيد الحياه المقدس في هيكل الحال من قد سحر واعلن في الكون ان الطموح طموح هنا يا شباب طموح انا سعيد بان 90% منكم شباب وانا اكتر ناس شبابا فيكم اصغركم مش كده واعلن في الكون ان الطموح نهيب الحياه وروح الظفر اذا طمحت للحياه النفوس فلا بد ان يستجيب ده كلام شاب مات في العقد الثالث من عمره This is the saying of a young man who died at the age of 25-30. Very happy, very dynamic, very forward-looking, very inspiring, very, 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 very good morning, very good evening. We could be so much better. اي حد عايز يسال سؤال يتكلم يعلق انا طبعا كل الكلام ده مجرد اجتهادات انا لست فقيه انا طبعا طبيب اصلا فليس لي في الفقه شيء فذاك بتكلم من المجتمع من تحت من الشارع يعني لكن انا بتكلم عن العموميات عن اي مجتمع لابد حينما يحصل التغيير يكون مستعد للتغيير فضل في ميكروفون ثاني يا شباب في ميكروفون ثاني دول يا اكرام كده وكلم بقوه كده عشان تطلع في الصوره تطلع في الايه في الراديو اجينا استاذ احمد نستفيد يعني طبعا جزاكم الله خيرا يعني على هذه المحاضره الجيده والقيمه لكن في عندنا اشكاليه اللي هي اشكاليه تحديد المصطلحات او الاتفاق على المصطلحات أنا أظن إن تحديد أو الاتفاق على المصطلحات يعني من بتحدده موازين القوى يعني حضرتك طرحت مجموعة من المصطلحات في العالم كله ما اتفقش حوالين تحديد تعريفها زي الإرهاب زي الديمقراطية زي الحرية لأن لو تم تحديد يعني تعريف هذه المصطلحات الكثير جدا من القضايا العالمية تنتهي لكن علشان الأقوى دائما وأبدا عايز يهرب من تحديد المصطلحات لاستخدامها وقت الحاجة فبيخلي هذه المصطلحات وتعريفها مبهمة لتوظيفها سياسيا كيف نجبر هذا الآخر اللي هو الأقوى على تحديد تعريف هذه المصطلحات شكرا طبعا هو تتحدي brother was asking about how can we agree on the definition of terminology التحدي هنا ان احنا مش معنى كده اننا هنسيبه وتحدي فقد نواجه هذا التحدي محليا على مستوى الوطن على مستوى المدينة الى اخره we must face this challenge on the local level لان احنا في الاخر معركتنا موجوده على ارض بلدنا فاحنا عايزين على مبدئيا نتكلم مبدئيا ما احنا لابد احنا ايه نبدا بالتدرب علشان احنا ايه على قد قدرتنا انا عايز اعرف الحريه في مثلا بلد ما فهتفق على معاييرها كمجموعه من بلدي بعد كده هو بتخرج للعالميه او الاقليميه بالتحالف مع الاخرين احنا مثلا من خبرتنا احنا في العمل الانساني لما بنطلع ورقة أو بيان قبل ما ننشره بناخد رأي كل أصدقائنا أو كل حلفائنا فبيعدلوا في النص إلى أن نتفق على نص يتفق عليه الأقليم كلهم طبعا من ناحية السياسية بتختلف لكن هو تحدي كبير أنا لا أمكن أن هو تحدي What I'm saying I don't it's a very challenging challenge But we have to start on the local level on the national level Then we go from the national level by building coalition to the regional and the international, but this is still not easy. It's not easy, but we have to start the process. طيب مين تاني؟ تفضل. السلام عليكم. علي صوتك كده عشان نسمع. السلام عليكم.
جزاك الله خيرا. اول حاجه يا دكتور، بس بعد اذنك، بس انا ما فهمتش بس حته يعني موضوعين على حكايه الفقه الذي يجب ان يكون يماشي دروب الحياه ذكرت في الفقه. انا اتوقع يعني رايي الشخصي قد اكون خاطئ، انه الكلمه اللي يتم ذكرها هي التجديد في 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 الفقه بالذات او بالشرح الفقه، هو يعني انا بشوفها ان هي بتكون ثغره للناس المضادين لنا في الفكر في تغيير، يعني بمعنى يعني عشان اشرحها بشكل اوضح، انه ودوا لو يدهنوا فيدهنون، انه تغيير بمعنى مش حافظه الفكره على دروب الحياه بالضبط، هو وكلمه التجديد كلمه التجديد بس حاسس على ثاني الذي لا يتقدم بالدين بس يتقدم هو لوحده. معناه الفقه ده لابد ان يجعل الدين هو اللي يقود الحياه. انت بقى حضرتك ده التجديد فيها، بمعنى انا وظيفتي كفقيه ان انا اسهر على ان اجعل من هذا الدين هو الايه اللؤلؤة أو الثروة. حيثما كانت مصالح الناس فسمى شرع الله. ده تقريباً جزء. فبالتالي يخلي الفقيه يجتهد عشان يحط القاعدة دي بما يفهمه الناس. لكن لما هقول أنا نصوص بس كده وخلاص، لا، ما دي على كل علماء قبل كده. فلابد أنا أجعل من الاجتهاد أو التجديد الفقهي أساسه هدف هو ده. كلمة دي بص. كلمة دي. مش المضادين. المضادين ده بتفرج عليهم في التلفزيون ده وبتفرج عليهم في التلفزيون دول بيعملوا حاجة تانية. حق ولا بيباط. لكن انا اخلي الفقيه يجعل هدفه الاساسي ان يكون الدين يتقدم على الحياه. اتفضل. في كلمه بس في مش عارف في اياد في الصفحه اللي بعديها هي التجديد. وانا قد اكون يعني غير متفق معاك يا دكتور بس على كده. بالعكس انا ساعتها متفق. التجديد هو انا برايي غير صحيح لسبب التجديد في الحوار الديني. التجديد هو ليس يعني المتطلب الاكثر هو بناء المجتمع من الاول، وليس تجديده لانه هو موجود واصوله موجوده. الدين لا يتغير في اصوليات التي فقدناها، معنى صح. انا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن التجديد ان هو الجديد فيه ان انت مش بتجدد النص الديني فقط، انت الاصول دي موجوده. اوكي؟ لو عايز تقول لي سيت داون خد لنا سيستر. ان احنا بس احنا عندنا كل الاشياء والاراء دي موجوده. لكن كيف انا اعمم هذا الفقه الموجود واحميه اعلاميا واحميه فكريا من الناس اللي بتتكلم عنهم التانيين دول؟ فلازم انا اكون دوري ان المؤسسات المجتمع المدني اللي هي متخصصه في الاعلام او في الفكر او في البحث الى اخره تقف لكي تخيط وتجعل من هذا الفكر هو الايه الغايه بتاعتنا احنا نجدد بيه المجتمع. واضح؟ واضح يا دكتور. بس في حاجه ثالثه معلش انا ازودها، يعني عاوز استفسرها في الأمثلة اللي ذكرتها يا دكتور كان كلها يعني أنا بشوفها هي قيادي رأي يعني موحد، يعني هو مثلا سيدنا يوسف، سيدنا سليمان، يعني الأمثلة رضي الله عنهم هو كان شخصا واحدا. وإحنا في مجتمعنا أنا برأيي إحنا أنت حضرتك إحنا بدون بناء مجتمع كأز جروب. اوكي، فاحنا الان احنا عاوزين شخص ولا عاوزين جروب؟ فهذه المشكله اللي احنا بندور عليها. يعني انا الاخير ما كانش شخص لوحده. شوف كده سيدنا يوسف عمل ايه؟ دخل المجتمع دوله مش مجتمع ورق. يعني شوف المجتمع بتاع سيدنا ذوالقرنين زي قبيله، قعد معاه معلمه، واخد بال حضرتك؟ لكن لما نبص هنا هو سيدنا يوسف لما دخل المجتمع معقد زي الدولة المصرية القديمة، فبدأ أول حاجة يبني شركات. وهو موجود فين؟ هو موجود في السجن مع السجلاء السياسيين، خلاص؟ ولما خرج بدأ يعلمهم التكنولوجيا ويدربهم من قدراتهم كمجموعة مش كشخص.
كمجموعة، لأن المجتمع اللي في مصر في الوقت ده كان مجتمع معقد. فضلك كان مجتمع ايه معقد، ما ينفعش يكون فيه اللي هتعمل أيام سيدنا ذو القرنين وراح في مهمة كده وبنى سور ومشي. سيدنا ذو القرنين يعني بنى سور ومشي. سيدنا موسى وسيدنا سليمان كانت رسالة، مش بناء مجتمع، رسالة فقط، رسالة أنا اكتشفت شيء، رسالة أنا بحافظ على أكبر شيء مكتب. فضل يا شباب عشان ما تبرزش في الشرب. Can we eat and talk at the same time? Eat and talk. Oh, that is great. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah. Yalla, Jema. Bismillah. شعيب شعيب. شعيب. لا لا أنا 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 حقول الخروف بعدين. فهنا فهنا المختلف الاختلاف مع سيدنا يوسف إنه بنى مجموعة معاه وهو موجود معاهم في السجن وتعلم بطريقة مختلفة عن سيدنا إيه؟ القرنين. القرنين كده بعدها. لا 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 شو عم تقول؟ شوف لا بلا حتى مع سيدنا شوف يعني انا بس ما حتخش هنا بالتفصيل يعني شوف نقل التكنولوجيا لمصر اللي هي تخزين المحاصيل دي نمره واحد شق القنوات اللي حد هنا عارف تاريخ مصر هنا يقول لك كيف بدات شق القنوات في مصر من ايام سيدنا يوسف ما كانش فاهم الموضوع ده لوحده انه عارف دخل على دوله كبيره ودوله ابو هيكله وفيها دوله عميقه بعدين ازاي كان بيحارب اللي هو الكهنه بتوع المعبد اللي هم كانوا قافلين لهم المرصاد عشان المصلحه الدنيويه بتاعتهم من اخذ الاموال من الشعب فهو تحالف مع كل اللي كانوا معاه وبنى منهم خدمه مجتمعيه يعني المناظر لسيدنا يوسف بنى الخدمه المجتمعيه للشعب المصري في الاقتصاد اقتصاد الانفاق بتاع المحاصيل الى اخره وبرشقنهم الترع والصوامع بنسميها صوامع والصوامع الى اخره وبدا الشعب يستفيد من الفكر الجديد اللي جايب اللي جابه سيدنا يوسف للمجتمع المصري المعقد وما كانش لوحده ما كانش لوحده سيدنا يوسف ما كانش لوحده فده يختلف تماما عن التانيين السؤال الاخير بس عليا ليك بس الاخوات ما ساعدوش بقى انا انا حشفت الجفت ها انا طولت عليك في في في, في البدايه اول في حكايه المصطلحات اوكي هو احنا بنقول بناء مجتمع وبناء اشخاص وبناء جماعات لكن في الوضع الحالي في البلاد العربية في البلاد العربية بالذات لا يسمح لهذا الشيء فما هو يعني خلينا نقول ما هو التحايل القانوني لبناء هذا الشيء لبناء مجتمعاتنا الهشة هذا هذا السؤال يعني اللي هو جابني أساسا يعني احنا مش هنتحايل انا ضربت بعض الأمثلة بس هو ممنوع للأمانة خلينا احنا نتحايل للبناء وليس للتحايل للتحايل كلمة التحايل صعبة شوية احنا ايه نتدافع للبناء نتدافع للبناء لما نبص هنا المسيرة في تركيا طالما احنا موجودين في تركيا من عندنا مدريس رح مطلع عليه لأردوغان كم سنة؟ 50 سنة 60 سنة انه اعدم في الستينات مش كده ولا عدم مدريس وزمان 50 في 61 فبدأ في 50 هو من 50 1950 يا أخي فاضل ل 2000 و أردوغان كي سنة كام 2002 يعني 50 سنة الشعب التركي كان بيتدافع في النقطة اللي بتتكلم عنها دي بناء المجتمع أصعب من بناء عمارة او بناء كوبري ها او حفظ القناه او بناء سد لان انت بتبني العقليات وتقدم الخدمات وبتفعل القيادات فلذلك لما هنبص ما بين فكره عدنان مدريس اللي هو قال لك انا عايز اكون ايه الاذان يرجع مره ثانيه وافتح المساجد والحجاب الى ان جاء اقتصاد قوي دلوقتي الدوله تعتبر من اقوى الدول اقتصاديا في اوروبا حضرتك دكتور انت ممكن ما البوينت بتاعت سؤالي يعني مثلا في في بالذات اللي هو اكبرتي او الحزب حريه والعداله بتاع انا لا اتكلم عن حد مش عن الزمنيه انا مش هتكلم عن النقطه هي انا بتكلم بناء الجمعيات بناء الجمعيات كيف يتم في ظل منعه من من القوانين الواقعه يعني لك المثل هنا 50 سنة مشكلتنا ان احنا عايزين نعمل حاجه النهارده تطلع بكره انا بتكلم عن المثل الواضح امامنا المهادير
في 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 ماليزيا. في ماليزيا 20 سنة عشان ما من ما تسعى الأمور. وركز على التعليم. لما لكن لما بوسي هو اللي حصل لأربكان سنة كاملة لما حصل ممتاز وشلل لما شلوهم. 97 مش كان هو رئيس وزراء؟ انتهج منهج لا يختلف عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في حكاية نوع عدم ايه الإسلام مع أهل القرآن عشان يخرج بالمجتمع المرحلة كده. فهنا عندك 50 سنة يبنوا من تحت. يعني شعب يبني مجتمعه من تحت 50 سنة، فاستطاعوا على 50 سنة رئيس وزراء أول، رئيس وزراء ثاني، رئيس وزراء ثالث، إذا استطاعوا ليصلوا لما هو عليه الآن. فلذلك إحنا لابد أن نتدافع مع بعض، قد لا يكون في جيل، قد لا يكون في جيل أنا يعني أو في جيلك أنت، لكن البروسيس ماشي في الضلمة، في النور، في الصعاب، في كل وقت. بالك؟ فده التحدي الكبير من الضلمة. شكرا. شوف الاخوات كده بس عشان تكون ايه يعني اعطاني مش كده. حاضر. جزاكم الله خير. ايوه حد تاني الاسئله؟ تفضل تقول يعني. انا اصلا معزوم على عشاء خاص. يا عم كل يا عم. انا شايف الدروس البقى في كل ما اكلم بيضحك على مين ده يا كبير الرجاله في الاخ اللي هناك ده جنب الاخ اللي هناك جنب الاخ اللي هناك جنب الاخ اللي هناك اتفضل. السلام عليكم. خلاص لو قدامك شوف كده خلاص تعالى اتفضل. الله يكرمك. حضرتك الكلام اللي حضرتك بتقوله يعني ده كلام تنظيري ممتاز يعني عايزين نطبقه على الواقع وازاي نطبقه بقى على اهم دوله عربيه اللي هي مصر. هو الكلام اللي هنتكلم عنه ده داخل في بناء الجمعيات سواء كان في دولة ألف أو بين أو جيم أو دال وكله زي بعض. سمعتك؟ يعني لو احنا بنتكلم على كلام اللي هو اللي قاله كله كيف احنا نبني مؤسسة مجتمع مدني؟ كيف نبني مؤسسة مجتمع مدني؟ هي ما تخصص في قضية واحدة. أنا من علاقتي مع بعض الدوائر الأمنية والاستخباراتية وبعضك بيحبوا يشوفوك إن أنت لونك واحد مش عندك 50 لون مش ساعة 50 طاقية معايا؟ وده أنا استشعرته من بعض الدول اللي مثلا قصة النجاح اللي موجودة في الشيشان. أن الشيشان كانت بيلاقونا 7 مؤسسات استخباراتية ما بين الشيشان وعن بوشنجي وكبرتين بلقاريا وروسيا روسيا الفدرالية. الأمن كان بيظلنا كأيه؟ مثل مدير مكتب مرة من المرات قالوا أنتوا بتعملوا دعوة قالوا إزاي نحن ما نزعش الحجاب ولا القرآن ولا بديد المساجد. قالوا لا أنت شعارك يدل على الإسلام اللي هي العالم وفي المؤسنتين. الولد بقى يعني إيه اتخض قال له خلاص هنسيب الشعار. قال لا وكمان قال له ايه تاني؟ قال له انت اسمك ايه؟ قال اسمه محمد يبقى انت دعوه. شوف هو بيبص معاك لغايه ايه؟ ففي المجالات دي كلها لابد الانسان احنا انتهجنا نهج في الشيشان بالذات يعني الا نخطئ بنيه حسنه. الا الكروت يعني ايه؟ الا نخلط الاوراق بنيه حسنه. حتة الحكامة اللي أنا بتكلم عليها هنا والملكية دي أخ حضرتك اسمك إيه؟ هايثم. هايثم حتة الملكية دي منتهى خطورة. من يملك المؤسسة؟ هل الأعضاء؟ هل هو في ناس خارج الأعضاء بيملكوا المؤسسة؟ واخد بالك؟ خد بالك من دي؟ فإحنا بنتكلم مع أنظمة هي أصلاً قد تكون في الظاهر أو في الباطن عايز تغلبها. فانا اصعب عليهم العمل اصعب عليهم الاغلاق اصعب عليهم التخويف. لان انت عندك مثلا في بلدك 100,000 جمعيه مهما عظمه القوه اللي بتدير المكان ما انت في النهايه حصلك تتحكم في 3-4,000 جمعيه انت ب 95,000 جمعيه هتعمل فيهم ايه؟ لو احنا انتهجنا المنهج التخصصي الذي يجعل من الصعوبة مش هو طبعا بدأت في بعض المسألة بدأت ايه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني إيه مش فاكر مثلا العربي قلوبنا إيه مع معكم مصيفونا ما مش عارف ما يعني في ناس يعني مثلا من خلال علاقات بعض الناس عايز يساعدك لكن هو مش قادر يصرح فأنت ساعد من يريد أن يساعدك بألا تخطئ ساعد من يريد أن يساعدك بألا تخطئ فتجعل من الآخرين يغلقوا عليك الأبواب. في جمعية في بلاد مختلفة بقى 70 سنة و80 سنة و90 سنة وشغالة. يعني لو أنت بتتكلم عن بلد زي مصر أنا أديك مثلا زي الجمعية الشرعية. أنا أعرفها حبايب هم جدا يعني من أحسن الجمعيات اللي بتشتغل. إلى الآن شغالة. لأن أصبح الخدمة بتاعتها المجتمعية صعب إن المجتمع يتنازل عنها. ففرضت نفسها بأنها ركزت في حتة معينة. فرض نفسها بالخدمة. ساعات هنا الحتة الملكية يا أخ هيثم والعضوية دي هي اللي بتخلي الإيه الآخر يكيل لك، لأنه عايز أنا أغلط في الحتة دي. فلابد أن أبني على مراحل معينة وأمشي إيه في اللي ممكن يعني بس بقول لك إيه اللي يتلسع في الشربة إيه؟ ينفخ في الزبادي وفي الرأس إيه؟ أنت جاي في الأكل يعني بتنفخ. طب كل الأكل وبعدين بقى في يعني وبعدين الصبر. الصبر يا أخ هيثم يعني أنا هديك مثل الإغاثة الإسلامية في أوروبا أو في بريطانيا فتحت أبوابها على الخارج في سنة 91. أنا كنت موجود هناك ساعتها رئيس الإغاثة. خلاص؟ يعني بعد 7 سنين من التأسيس. يعني هي سجلت رسميا في 89 لكن فتحنا الباب في 91 92 ساعة حرب البوسنة. لما جت 11 سبتمبر في 2001 احنا كنا مستثنين لأنهم شافونا ال10 سنوات اللي فاتت. قرونا من جوه ومن بره. حضرنا المؤتمرات، اتكلمنا في المؤتمرات، ودينا رسالتنا، ما خرجناش الأواح، عرفوا أنا كرئيس مؤسسة بتكلم ازاي بفكر حتى أنا أول مرة عايزين كنا عايزين ناخد فلوس من الاتحاد الأوروبي، تعرف حصل إيه؟ جابوا لنا مستشار عشان يقعد معانا، أنا عايز آخد السيرة الذاتية بتاعت مدير المؤسسة، قلنا له ليه؟ عن الميزانية والمشاريع، لا عشان أعرف كيف يأخذ القرار صاحب القرار. هو مين ده؟ اللي تحت ايدي 50 مليون ولا 30 مليون ولا 20 مليون عشان يدرسوك انت كرئيس مؤسسه شوف انت قادر على اخذ القرار ولا ده ايه ده غرب واخد بالك؟ فما بالك في الاماكن الايه الاخرى اللي هي منغلقه شويه. فاحنا انفتحنا في 1991 فلما جت الهجمه على المؤسسات خاصه يمكن في امريكا حصل اكتر انها ما اغلقتش الاغاثه الاسلاميه في ايه؟ في امريكا سنه ايه 2001 في المناخ الايه العادي لما الانسان بيغلط يستاهل الغلط بتاعه. وقلت أن يحاسب. وأنا فاهم إن أنا بتكلم عن إيه وأنت فاهم أنا بتكلم عن إيه. ومين فيكم ده؟ أنت أبو هشام معك. تفضل. أهلا وسهلا يا أبو الشباب أنت جميل. أستاذ قلت له إما أخو سيد قطب أو لا أعرف أنا قريبه. طيب يا سيدي هو أخو سلطان فاتح محمد الفاشل. في أسئلة تانية من الأخوات أو الإخوة؟ طب في أسئلة من الرجالة ولا من الستات؟ طب في أسئلة من البنات ولا من الصبيان؟ ما تتكلموا، أنتوا صاحيين ليه؟ ناموا. اتفضل. عشان أخلص. Brothers, would you allow Sheikh to have his dinner? لا لا خلاص، بس وشك. آخر سؤال، عشان أقول بس جاي فرحان وبتاع ده، آخر سؤال وأنا عايز آكل فاصوليا. أنا عايز فاصوليا. اتفضل. اديله فين الميكروفون؟ آخر سؤال بس عشان أحل بيه. السلام عليكم. هو بس النقطة اللي حضرتك ذكرتها بتاعت علاقة المؤسسات الإغاثية وفكرة تماشيها أو تبيع أمورها علشان تتماشى مع الضغوطات الأمنية والأجهزة المخابراتية في تعاملها مع المنظمات الإغاثية. دي فعلاً واحدة من أكثر الحاجات اللي بتؤثر على العمل الإغاثي، وأنا أعرف بعض الجمعيات يعني تنازلت عن العمل في ملفات كبيرة بعينها علشان
الملف ده تحديدا. حضرتك شايف ان دي فعلا حاجه المفروض المؤسسه الاقليميه تلقي لها بالا كبيرا بالشكل ده، بما انهم ناس بيقدموا رساله عظيمه، وان هم في الاخر يعني في الاخر بعيد عن كل العوامل دي، احنا في الاخر بنقيس ناس واحد، الناس بتموت يعني. وانا لو ما وصلتوش الاغاثه بتاعتي النهارده قبل بكره ممكن يموت. طيب انت بتتعامل مع واقع. الواقع ده بيقول لك ده قانوني. انا مرافق العراق في سنه 96 بغداد. كان لازم اروح عن طريق السفاره اخد التاشيره واخش. كل الاخوه اللي بتتكلم عنهم دول طلعوني وشتموني وعميل ومجرم وخاين وكذا وكذا وكذا. استطعنا من خلال التاشيره اللي خدناها دي نتعامل مع وزاره الاوقاف. هم حطوا الشروط واحنا حطينا الشروط. شروطنا كانت عند الناس كلهم اللي هم السنه والشيعه والمسيحيين وكل الناس موجودين في العالم. كان بعض الناس بداوا يتنخروا في الجلسه. هو ده شغلنا، مش هنمنع حتى وصولنا للمساجين. بلد دي نمره واحد. نمره اثنين ان احنا اللي جبنا المشروع بايدنا في 96 يعني في قمه النظام ما كان موجود لسه. ان احنا نشتغل معاهم في الملف ده. ان احنا ايه؟ ان احنا هنشتغل وناخد ممكن تصريح ونزلنا اشترينا الخرفان والاكل وكله بايدينا. فلما وثقوا فينا فتحوا لنا الابواب، ادونا تصريحات لكل المحافظات في العالم. كان قبل كده بقى الضلمه اللي انت بتتكلم عنها دي. كان كل واحد بيصرف ما حدش يعرف بيصرف ازاي. ليله العيد في سنه 1996 وصل تبرع ب 30,000 دولار. انا ما اعرفش اتصلوا بيا. انا ما كانش في تليفونات ساعتها. كيف تصرف هذه الاموال في نظام بلد زي كده واللي خدها قال اه خلاص انا هعملها. احنا عملناه في الوقت ده ان احنا فتحنا الباب وضعنا الصور والتقارير، اضطر الاخرين كلهم يعملوا تقارير وصور. انا بكلمك عن تاريخ ازاي بتعامل مع سلطه امنيه في دوله زي العراق ايام صدام حسين. لو افتكر مثلا مع الشيشان. الشيشان احنا كنا بنقول لكل موظف من الموظفين الا تخرج. بنيه حسنه. يعني انت في النهايه في المرحله دي بالظبط زي ما انت قلت عايز توصل كيس الطحين ده. بالك في سنة 96 وسنة 96 في الشيشان في الشيشان كان سنة 99 أو 97 في العراق سنة 96. فشوف شوف لما رحنا مع طالبان في 2001 و2002 استعملنا نفس القاعدة. فلما لقونا ده من ناحية لا يمين ولا شمال سمحوا لنا. بل بالعكس كانت مؤسسات غربيه كثيره بتمشي مع الاغاثه الاسلاميه في عربيات. شباب مين اللي بيسمح لنا؟ طالبان اللي بتسمح لنا؟ في لما كانوا بيحكموا من 1990 ل 2001 او 2002. فليه؟ لانه شافوك ان انت ماشي لا مع دول ولا مع دول. اروق لابد صاحب القرار الامني او الاستخبارات يقراك. انا لما جيت اخش جنوب السودان مع الاغاثه الاسلاميه في سنه 2003 عشان ننزل جنوب السودان يحكمه جون جرام، وعشان نروح جنوب السودان تحكمه البشير وحكومته. قعدنا مع وزير الخارجيه السوداني هو الدكتور مصطفى اسماعيل عثمان، مصطفى عثمان اسماعيل. قال لنا لاخواننا انزلوا. ما كانش ينفع ان انا اروح جنوب السودان تحت من غير ما اقول له. وده اللي احنا كمان اللي هو الايه التواصل والتشغيل. ما تاكل جنبنا. انا مش حاطط على ما كانش. النتيجه عدت. هو زعلان. لا لا. ده بس ده بديل في جنوب السودان. لما جه بعض المؤسسات اللي هي الاخرى اللي على غير نهجنا وضربونا بيسموها ايه بالعربي؟ الزومبا ولا زومبا؟ ايه؟ زومبا. اللي هو زي ما انت قلت كده. تعرف مين دافع عن الاغاثه الاسلاميه في جنوب السودان؟ اللي هو جيش الشعب المسيحي. كمان اللي غير ديني، قال لي مؤسسات الجيش العربي. اللي شافنا نحفر ابار الميه عشان الناس الغلابه. هو انت ما لا حد يوزع كذا فانت انتهكت منهج. كان في مبادره دارفور في 2006 في سرت في ليبيا دخل مسؤول المخابرات بتاع جنوب السودان
وسط الناس كلها انهم ازاك يا فلان فلان وانا تمام. هذه المؤسسه التي لها معايير انسانيه الوحيده اللي تعمل في جنوب السودان. لان انت اسمك اسلامي صح؟ لكن ماشي كده في الخط الانساني بتاعك. نرجع بس نرجع ايه؟ لما انت تحدد وانا بقول في دي منتهى الامانه. لما تحدد هتعين من هم في الداخل انهم يساعدوك. وهتجبر من هم عايزين يعادوك انهم يسكتوا عنك. لان الاخذ في خدمه بتتقدم. هي ضربت لك الشيشان، ضربت لك العراق، ضربت لك حتى في الصين. حتى في الصين لما رحنا في الصين واخد بالك كان اول مشروع اتعمل اللي هو الزلزال الفيضان بتاع 2002. بتاع مكان كاس العالم في كوريا الشماليه كوريا الجنوبيه واليابان. فعشان هم 200 300 ألف دولار حطيناهم. فرحوا جدا بس كانوا بوذيين كلهم. كانوا متضررين في مدينه شيان كلهم بوذيين ولا واحد شيء مسلم. هل الاسلام بيمنع انك تساعد غير المسلم؟ انا اللي بقدم رساله الاسلام الانسانيه. انا اللي بمنهجها على حسب ثقافتي وعلى حسب فكري اللي هو قد كده. شفت بقى قد ايه؟ وده بيخلي الاخرين يتضايقوا لو فتح لك المجال فين اهلي؟ واخد بالك؟ فين الوطن اللي انت جاي تمشي؟ كلمة الإنسانية وكذا وكذا، خليك تشتغل مع المسلمين في سينجيانج اللي هي تركستان الشرقية أو إلى آخره، لكن أنت في نفس الوقت في صينيين محتاجين. وده بيساعد الجهات دي كلها إنها تكون إيه؟ تغض الطرف أو مش تغض الطرف، يعني تقف حيادية معك. هو بس ده بيروح لنا الحتة النص صغيرة كمان. اسمحوا له. ماشي خلاص. بس هو في حاجة تانية، كينيا وشباب المجاهدين نفس القصة. يمكن دي اعمق مسلمين مع بعض. صحيح. انا بس في يعني النظريه دي جميله جدا بس على مستوى مثلا الحملات الغازيه معينه او بعض المناطق اللي بيحصل فيها كوارث طبيعيه. انما انا بتكلم على حاجات مثلا زي مناطق الحرب. الشيشان حرب. انا فاهم حضرتك مثلا في الشيشان الروس الروس مثلا بيحاربوا المسلمين. اجيب لك حته ثانيه. لا ثانيه ثانيه في حرب دلوقتي مثلا طائفيه والنقل يعني. ما كنت بغداد من سنة فاتت. جميل جدا في حرب طائفية. هل احنا الفلسفة بتاعتنا تخلينا مثلا في الحرب الطائفية دي واحنا منظمة إسلامية ان احنا نساعد طرفي الحرب مش نساعد يعني قصدي نغيث الضرر طرفي الحرب؟ بس والسلام. العمل الإنساني ملوش دعوة بطائفية. أنا عندي أرتكالية في مخي. كلام واقعي ده يا دكتور؟ كلام واقعي. كلام واقعي احنا عملناه بقول لك. كما كان عملناها ودلوقتي في منحه جايه للمؤسسه الاسلاميه بيوزعوا فيها في صعبه اللي هي منطقه الحوثيين. خلاص؟ اقول لك حاجه ثانيه؟ ده مدرسه. المدرسه بتاعتك لو عملت منهج ما التزمتش بيه هتقفل بكره. تعملوا لانها لازم تعملوا ملزمه او لانها بدها تعمل. لا 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 لانه لازم تبين للعالم انك انساني. هل المسيحي ده محتاج ولا مش محتاج؟ محتاج. هل الشيعي ده احنا كنا منتهى صراحه، هل الشيعي محتاج ولا مش محتاج؟ حدين. بس في فرق بين انه هو محتاج ان هو عدو وانا عم ساعده. يعني وهذا التفصيل. شوف يا اخي الفاضل، انا دلوقتي قلت لك لا تسيس لعمل الانسان. احنا دلوقتي داخلين في معركه عسكريه ومعركه سياسيه ومعركه انسانيه. انا كل ما اقوله وانا مؤمن به ايمان يعني كان شوف انا شايفك قدامي دلوقتي واخد بالك المحتاج يساعد. ولكن دكتور ممكن تغير موازين القوه يعني بالكلام في تقصير يقول لك هتغير موازين القوه في تقصير الفقه الاسلامي هذه النقطه بتاعتك. انا بتكلم على عمل انسان. انا فقيه انساني. تعالى بقى خد من المسلمين هو ده كيف كل النصوص الاسلاميه كل اللي هي اقول لك صلى على عشان الايه بتقول لك ايه؟ اليتيم والاسير ويطعمون الطعام على حبه. مسكين ويتيم والاسير، مين هو الاسير؟ كيف؟ بس مش محارب. اسير عندي مش محارب واحد بيحاربني. بغض النظر بقول لك انا مش عارف اتكلم معاك دلوقتي مش عارف اسيس انا في تاسيس العمل الانساني. انا بختارك عشان ايه؟ عندك فضفاضه وانت بتدخلني انا شخصيا قد اكون مخطئ ولكن رايي ولكن الحريه ان تفعل ما شئت لان انا لا افرض عليك رايي لكن انا في خبرتي
وفي عملي وتعاملي هو ده الواقع اللي بتعامل معه. انا مع الشباب هتعامل ازاي؟ كم بتعامل مع المناطق العسكريه؟ بالك مع الشباب هتعامل ازاي؟ في ناس الان في المناطق اللي فيها المؤسسه اللي هي اللي في سوريا دي اللي عامله اسمها كذا كذا شغالين عشان ينفذوا من خلالهم. ده تحدي كبير جدا. الدول اللي بياخدها المكان في الاول انه الدول رافضه انها تضع قرار يسمح للناس ينفذوا من خلال هذه التنظيمات. لكن في ناس شغاله من خلالهم وصلوا من الناحيه الثانيه وبيساعدوا السوريين. ناس في الصومال وصلوا من خلال المجموعه هناك وبيساعدوا الاهالي هناك. لان في النهايه انت قضيتك انسانيه. انت قضيتك لو نسيت القضيه الانسانيه وبصيت اصل ده كذا وده كذا وده كذا عمرك ما هتنمو في العمل الانساني. ما فيش اولويه يا دكتور. يعني الاولويه يعني الواحد طبيعه غريزه الانسان بيميل لثقافته او لحاجه تابعه لي. فانا الاولى بدل ما انقذ الحوثيين انقذ اللي تبعون عدن مثلا. يعني انا بقول لك كمثال. انا ضربت لك المثل ان انت في المكان ده في فلان وفي فلان. بالك انت بتدي الاثنين ما تستطيعش انك تمنع واحد محتاج. لكن هذاك المعتدي يعني اخي ده رايك. ده الشعب. انا الان بتكلم عن حاجه واضحه. انا ملفي انساني. انا عايز اخرجكم منه هنا يا اخوانا انكم ما تسيسوش العمل. واحده عماله قاعده في البيت مش مسلمه يمكن او مش على مذهبها هعاقبها لان في حرب دايره بينا. طيب انا بتكلم عن الناس اللي هم تعبانين دول. لذلك انت لو انت قدرت ملتزم بالمعيار الانساني بتاعك هتستمر وتنمو ويقبلك الجميع. اتفضل اتفضل يا سليم ولا عيني شويه. احنا قلنا ناخد طب اسمعوا ده الاول. انا تفصيل إيماني وواقعي وعملي. فيأتي الفقيه يرد علي فقيه الشرع أباح حد لحد حقين دولي. من منا يفهم في العمل الدراسي اللي اشتغل فيه؟ من منا يفهم في التأصيل الديني؟ المفتي. فأنا أعلم المفتي معايا وأنا أجهل مش أجهل اسمه إيه؟ أناقشه وأناقشني أتدافع معه في الرأي. أتدافع معه في الرأي لأن أنت شخصياً خبير بالمجال بتاعك. فلا يفتي الشيخ أو الإمام في مجال خبرته بدون وجودك. فأنت أنا بتكلم عليه. فأنا في خبرتي الشخصية أو أنت في خبرتك الشخصية من الشخصية إن عبد الحميد في 43 سنة بتتكلم في الجانب ده اللي يرد عليك بقى اللي هو يقول لك ده حرام ولا حلال. لكن الواقع العملي الذي لا يفرق بين المجتمعات هو ان انت بتعاملك انساني لي معايير كذا وكذا 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 وكذا. لذلك انا في الكلام اللي قلته قلت يبنى الفقه المجتمعي على خبره الفقيه المجتمعي زي حضرتكم انتم زائد الراي الشرعي. انا ما معزلتش الراي الشرعي عن ايه؟ عن الموضوع. لان انا لابد ان نسيس العمل الانساني. بس كان فلسه اظن يعني. لكن انا شخصيا انا مؤمن بيها. لا انا مؤمن بيها. لا هذا ليس الاختات ايه يعني ليس موالاه. لا 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 هذا النقاش بينك صاحب الخبره 40 سنه وبين الشرع تم وبناء عليه تم. هذا اخونا عندي بس ملاحظه يا عم قول زي ما انت عايز. انا
انا ما اعرفش في العمل الانساني اللي هو بيستمحنا اللي هو الصراع ما بين البعدة المؤسسة الانسانية لا تبيل الى هذا ولا تبيل الى هذا. ده حاجة نتعود عليها. كلمة عدو دي مش موجودة في العمل الانساني. كلمة محتاج هنا موجودة في العمل الانساني. ليه اخوانا انا بكلم الكلام ده؟ لان الكلام ده نوقش في 92. وكنا بنسبح احنا في بعض المجالس لبعض الدول. ازاي انتوا ما تبنوش مساجد؟ ازاي ما تعملوش كذا 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 كذا؟ في مؤسسات استمرت، في مؤسسات اغلقت بعد كده، نخرت الاوراق. اللي انا عايز اقول لك عليه اخ حضرتك اسمك ايه؟ بسام. في العمل الانساني لابد ان تكتم غيظك. والكاظمين الغيظ والعارفين عن الناس والله يحب المحسنين. انت برضك انساني؟ قتل ابنه، كاظم غيظه، عفى عنه. بالك و اطلقت. فبالتالي لو انت عايز تعمل عمل انساني تنظر الى الايه، تنظر الى الانسان المحتاج اذا كان في هذا الجانب او في هذا الجانب. صعب عليك احنا عشان في عزه، بس عشان الانسان عنده كل بتاع السلطه السياسيه تمنع الوصول لهدول، ولكن تستطيع او تحط الخطه هؤلاء الناس. مش حلال، مش حلال. لا مش حلال. ده وده بلاش. انا ضربت لك المثل لما دخلت العراق وقالوا يا سنة يا بلاش، لا سنة والشيعة والباقيين كلهم سامحونا في ده، لكن لو منعك ما تروحش، من حقك انك ما تروحش. دي دي واضحة من دول. انت سخنت خالص. كنا هنخلص يا ابني قدامنا عليك انت. الاخ ده بعدين الاخ بعدين السمار سكت. ليه السمار ده؟ انت الوحيد اللي فينا يعني زي القمر. بعدين لما فيش يعني جوا غزه تضرب مصر من حد من غزه ما فيهاش تنميه، مع احترامي لكل الناس، لان هي ما فيهاش امن مستقر، وكل سنتين بيحصل الضرب ده، وكل ما نبني حاجه يدمروها. التنميه معناها ايه؟ استقرار امني. استقرار امني معناها ان انا هحط كذا وكذا 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 بحيث الى اخره. اللي بيحصل عندنا دلوقتي العمل الاغاثي السريع الطلقات اللي لازم نحكي الناس شرم. فغزة عايشة بقالها كام سنة دلوقتي؟ 8 سنين أخرنية بتاعة الحصار في الموضوع اللي هو إيه؟ الإغاثة اللي بتتدمر كل سنتين البنية التحتية بتاعتها. أنا لازم أحط أولوياتي لما يكون الوقت المناسب لعمل التنمية. لازم أجاهد إن أنا أخرج من الإغاثة إلى التنمية والتأهيل وبناء المجتمعات. آخر سؤال عشان بقى إيه الإخوة يعني يمكن تعبوا شوية أو ما تعبوش. انا ما تعبتش، انا معاكم للصبح. انا لسه جاي النهارده الصبحين من السفر، وانا مبسوط جدا ان انا مع اهلا. ازيك يا سيد؟ ده ما اسمكش سيد. اتفضل. السلام عليكم. الحمد لله. انا سعيد جدا انك بتسال. اه طبعا. شكرا. اول شيء شكرا على المحاضره، محاضره كتير حلوه، بس بدي عندي تعليق صغير. عم انا هي قول قول انت عايز تقول منيح. طيب قول اللي عايزه، قول اللي انت عايزه. طيب وبتمنى انه يقبل الاختلاف بهذا الموضوع، الموضوع حساس ومهم جدا ويعني كثير. انه اول شيء في بعتقد في مشكله بالمصطلحات. يعني نحن وقت نقول انه هذا الامر انساني نحن بننسى انه العدو الشرس اللي عم يحاربنا اللي عم يدبحنا يقتلنا بطل انسان وفقد انسانيته. معناتها من الصعب ان نتخيل انه نحن عم ندعم انسان كانه هو والله
حرام ومسكين. هذا يعني هذا من من من, من ناحية، ومن ناحية إنه نحن وقت كنا بس عشان منوع بمثل مغالطات بالمنطق، نحن وقت نعمل هذا الحوار أو نحكي، نحن عم نحكي في الأصوب أو في الشيء اللي بدنا نوصله، ما عم نحكي إنه هذا رأيي وهذا رأي الثاني وأنت كل واحد له رأيه، لا نحن عم نحكي حتى كذا نحاول نتفق، نحاول نلاقي المخرج وإلى آخره. نحن وقت نقول إنه سياسي، هون في مشكلة إنه ما هو السياسي، ما هو نحن أصلاً ديننا سياسي، يعني ديننا فيه له طرف، نحن منحازين لفئة معينة، لقضية معينة، لا إلى آخره. فنحن لا، نحن سياسيين بالفطرة، ونحن منحازين بالفطرة، فنحن ما بنقبل إنه مثلاً مين ما كان نجي نكبر له المعونة أو بالخطأ أو إلى آخره. يعني هلا بس حاعطي شيء مثل ما بقوله إنه هايبوثيتيكال، يعني افتراضي، خلينا نفترض مثلاً إنه صار في حرب تحرير فلسطين، افتراضي، وفي دولة إسرائيل، هلا دولة إسرائيل، فنحن يعني نحن إذا بدنا نجي نعطي معونة للشعب الفلسطيني اللي عم يتدبح بحالته حالي، وبعدين نجي نعطي معونة كمان للشعب الإسرائيلي اللي يعني مثلاً تنزل عليه الصواريخ وكذا، بنكون عم نفوت بمثل بارادوكس، بنكون عم نفوت بمثل تناقض بين حالنا، لأنه نحن عم نخوض حرب، نحن عنا حرب، ونحن بدنا نكون منحازين. أنا عم أحكي كمسلمين. عم أحكي كمسلمين، وما عم أحكي كمثل ما بفكر الغرب إنه أنا غير منحاز وإنساني فقط، مع إنه كله أنا هذا ما بعتبره إنه في شيء من الصحة أبداً، ولكن فبتمنى تكون إنه الفكرة وصلت إنه نحن نحن منحازين لفئة معينة من الشعب، نحن منحازين للشعب السوري، ما منا منحازين لمن يقاتل مثلاً للشعب السوري، وفكرة إنه نحن نزيد معونة مثلاً لجيش الأسد ولا وإنا ما نحن عم نحكي إنه ندعم جميع الأطراف، يمكن الشبيح عفواً يمكن الشبيح اللي هو حاله خالي وجوعان نعطيه أكل لأن شاء الله يموت وإن شاء الله الإسرائيلي يموت. ففي شوية أنا بركي أنا مني فهمان، الله أعلم، بركي في نفس أولاً ما حدش قال لك قاعد الجيش أو قاعد الحكومة أو قاعد حد ما تقول شو العملية، لو أنت بتناقش موضوعياً عشان توصل لشيء أو تناقش عاطفياً، لكن العمل الإنساني مبني على العواطف، العمل الاجتماعي مش مبني على العواطف، بالك؟ فما ننظر لمثل هذه الأشياء، ننظر إن إحنا في ناس محتاجين، فكان الناس دول والقرآن بينص على الأسير اللي عندك في القرآن، روح غير نص القرآن اللي أنت عايز تغير الآية اللي كتبها ربنا سبحانه وتعالى، اللي كتبها سبحانه، نزل ربنا سبحانه وتعالى غير. أما ننظر إحنا العمل الإنساني، بالك؟ ممكن ندور من ناحيه العاطفه، مش هساعد الافلام بس او المجموعه في انت حر، مفيش مشكله فيه، انا ما بحكي عاطفه ابدا، انا عم بحكي منطق بس عشان ما شو المنطق ده نتكلم عليه، ما يعني انه منطق، ما احنا الاخر قلنا التعريف ده خدنا السؤال في الاول ان احنا مش متفقين على تعريفات الارهاب الاخر، احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن مسيره انسانيه تستمر الى سنين، مين هيسمح لك انك توصل للناس اللي موجودين في المخيم اللي موجود لنفرض، ما شوف لما انت دلوقتي بتقفل مفيش داعي للنقاش، لو انت مين حاسمين مين معاه المفتاح؟ مين معاه المفتاح؟ اللي هو ان انت تروح تخش عن طريق الشباب في الصومال، الشباب مصنفه نائية إرهابية، هتخش عشان تساعد الناس اللي جوه دول ولا هتخاف؟ نرجع الناس الصوماليين اللي بتحكم ارضيهم الشباب مسلمين، هؤلاء مسلمين، السؤال طبعا كلها مسلمين. اوكي، ما احنا هون يا اخي لا، العمل الانساني انا هقولها وهاصر عليها، العمل الانساني ما هوش دين، دينك انك تساعد الناس كلها، لو احنا فهمناها غلط ديننا بتاعنا ان احنا نساعد بس المسلمين، احنا اللي عندنا غلط، ده مش الاسلام بتاعنا، العمل الانساني بس الاسلام بتاعنا في حق وفي باطل وفي جنود حق. ايوه انا مش انا بكلمك، انت مش قادر يعني حضرتك مش قادر تتصور ان انت في وسط معركة عايز تدخل فيها رغيف عيش للطفل اللي انت بتقول حقه وباطل فيه وحقه. انا فهمت السؤال، انا بس عايز اوصل معلومة ان الحماس بتاعنا يتحول لعمل واقعي مش لعمل عاطفي. نحن نتكلم دلوقتي عن معركة سياسية بيننا وبين الاخرين، هذا عدونا وكذا، انا عايز اوصل للمقيم، مش هوصلك الافلام دي. بعض العلماء لعلمك الخاص اجازوا ان العاملين عليها ياخدوا دلوقتي نص المبلغ او اكثر نص المبلغ عشان توصل الاموال للمحتاجين،
قد يكون عامل عليها دور غير مسلمين او يكونوا من الناس اللي انت بتحاربهم او الناس اللي مش انت بتحاربهم اللي هم جزء من الحرب. فده فقه الحاجه اللي ابن علام بيقول لك لكي يصل المحتاج جزء من المساعدات دي ممكن تستغنى عن جزء من المال لان مش هيدخلك. فلا بد تتعامل مع واقع حاليم في المجتمعات. الامر يا اخوانا مش معركه سياسيه او معركه عسكريه او حق وباطل. انت عندك انت بتوصل الحق بيتكم الحق. في واحد بيقول لك الحق عنده حاجه ثانيه واخد بالك. احنا قاعدين في النهايه اللي يكون قدامنا هو كيف نصل الى هذا الرجل او هذا الطفل او هذه الارمله او هذا اليتيم او الى اخره. عفوا بس بس مداخله بسيطه. يعني انا ممكن كنت في الصومال فتره وشفت حجم الإغاثة، حجم الإغاثة الإنسانية اللي تيجي من الغرب كانت في الصومال أكبر بكثير من اللي كانت بتيجي من المؤسسات الإسلامية. طب فين المؤسسات الإسلامية وهم عند إخوانهم المسلمين موجودين؟ وين الإغاثة وين كذا؟ فكنا ننظر إنه نقول والله شوف قد يحصل نوع من الإعجاب بهذا الرجل اللي يعني الأجنبي اللي جاي يقدم مساعدة بشكل إنساني تماماً. يعني في صح في بعض المؤسسات التنصيرية وزي كذا وليس الكل ممكن تعرف فيها يا دكتور. في مؤسسات تقدم العمل بعمل إنساني فقط، فما بالك بديننا الذي يعني يحث على قضية الرفق بالحيوان ودخلت المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها والذي دخل الجنة بكلب سقاه. فأتوقع الموضوع يعني إحنا تعدينا نقاش والله إحنا نعطي مسلم ولا غير مسلم إلى ديننا إذا كان يأمر بقضية يعني حتى إلى الحيوانات وإلى ما غيرها. لا هو مش الدكتور. انا حسب ما افهم العمل الانساني انا بعطي محتاج. لا 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 انا اعطي محتاج مش راح اعطي. لا 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 هذا تقصد الدكتور. اقول مطلقا على الاطلاق اللخبطه اللي في مخنا في السماء اعطي محارب او اعطي جيش اعطي حكومه وتفهم لكي تصل من خلال هؤلاء للمحتاجين. كلام واضح بالعربي او بالانجليزي ما عنديش مشكله. I never said give a fighter. Give to a fighter, or to a group of people, or to a terrorist organization. I said that you need to go beyond those people to reach the most vulnerable individuals. عشان ما عارفش يتكلم عربي يتكلم، ما عارفش يتكلم انجليزي يتكلم. Never said اعطي محارب. أبدا. 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 معايا؟ And I love you. I love you انت كمان. لسه أنا حاجة عشان طلبني. استنى ما تسمع يقول. اتفضل يا استاذ ما بتكلمش اصلا عشان يخلص الكلام. بس كنت في الاخر عشان تاخد عليها في حاجه. انت حطيت في ايه في الاكل؟ قول لي حط ايه في الاكل ده. انا متفق مع كلام حضرتك تقريبا كله ما عدا نصين. اتفضل. انا سعيد انك في اختلاف. لو جيت بالعكس تبقى في مصيبه. انا يعني ممكن اول حاجه اكتر الناس اللي بتعمل اكتر اللي قالوا اللي حضرتك قلت مشكله. حضرتك قلت ان الناس لازم تتعود ان العمل الانساني ملوش انتماء. هو الفكره ان الناس قبل ما تتعود لازم تقتنع بالنقطه دي ان العمل الانساني فعلا ملوش انتماء او ملوش عين بمعنى اصح. يعني هو شايف الناس كلها سواسيه. تاني حاجه حضرتك قلتها ان العمل الانساني ملوش دين. انا بختلف مع حضرتك. العمل الانساني انا وجهه نظري ان هو اساسه الدين. مع احترامي للجميع شايف الناس كلها بتتكلم على اساس ان مفتاح التوبه في ايديها. طب انت بس افصل برضه دي معناها ايه. انا هقول لحضرتك انا صلاح بصلاح. طب بس اكمل بس حضرتك اخر نقطتين وحضرتك لا مفيش مشكله. فانا شخصيا انا لو حتى عدوي محارب انا ممكن اساعده. احنا كنا من فتره جاليه من الجاليات بتوع كانوا بيفكروا يعملوا حاجه خيريه هنا في فبيقولوا فانا كنت بقترح يقول حتى مثلا ان الناس اللي ضدنا في يعني ضد الفكره او ضد مختلفين سياسيا لو طلبوا مساعدتي هساعدهم. قالوا لا ما يكونوش هم السبب ان احنا جينا هنا ونساعدهم. قلت له لا ده مش منطق. فبالعكس انا شايف ان انا بالعمل اللي انا بعمله ده ممكن اكون سبب ان هو يغير فكرته او يتغير او يبقى احسن. وحتى لو في اخر لحظه دي بس وجهه نظري ان يعني كونك ضد غير انك تكون واحد بيحاول يقتلك. بس معناه بس 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 بس
بالعكس دي لك انت بيكون في ساعه افق الانسان يسعى لقدام. اه لا يكون مؤمن بيها الكلام ده. لقد كنت اكثر عاطفيه من سائر العواطف اللي موجوده في وسطنا من 20-30 سنة. لما تعاملت مع الواقع انا شخصيا وغير التعامل مع الواقع، لان الواقع يختلف تماما. كيف سيسمح لي في مكان ما، لو انا بضرب المثل بالحرب في الشيشان اللي بدات من 95 وما زالت لسه لم تقف الى الان، وما زال العمل موجود من اجل الانسان اللي هناك ده. لو احنا تحزبنا او تسيسنا، هديكم مثلا شو بعدنا امثله؟ كانت الحرب الاخيره في الشام 99 مش كده؟ او اخر 99 يعني. الحرب الاولى، حرب الحرب الاخيره 2000 99 ولا 98؟ 2000 شيشان؟ اه شيشان الثانيه كانت يعني في 96. الاولى 95 الاول 94 الثاني الذي تذكر 8 او 7 99. قبل هذه الحرب بقى، عشان تنزلوا بقى الواقع القديم، هذه المؤسسات خلال الصومالي قال لك المؤسسات الغربيه والمؤسسات الاسلاميه. اغلب ان لم يكن كل المؤسسات العربيه والاسلاميه كانت مستعليه على شعب الشيشان. مستعليه، وده ملوش دعوه بالدين. مستعليه على الوزراء المسلمين الشيشانيين اللي ما كانش عندهم مرتبات. ده ملوش دعوه بالدين الاسلامي. عيال صغيره الواحد فيهم عنده 20-25 سنة ركب عربية باجيرو وبيتوزع الفلوس كاش. والوزير اللي كان متعين اللي هو الشيشان سواء في كذا ولا كذا ولا كذا ما كانش عنده كرسي يقعد عليه. عملوا حاجة اسمها مدارس، اسمها معاهد تخرج قضاء. مين اللي قضاء؟ 6 أشهر بيخرجوا قاضي. احنا بنهرب. أقول لك ونزلت أنا في الشوارع دي سنة كام؟ 97. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم. 3 آيات. الأخ اللي جه ده بيفرض الفقه، ده مش فقه، ده حاجة هنا مش أنا داش يقول الكلمة دي في بلد على الإطلاق إلى يومنا هذا. ده يقدر يفسخ حاكم ولا يقدر إيه؟ فاسقين ويكفر 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 ولا كفر ولا كفر ولا قبل دخول الروس في الحرب الأخيرة طردت كل المؤسسات الإسلامية بلا استثناء من الشيشان. واللي طردها مين؟ قادروف اللي كان رئيس المشيخة الإسلامية، لأنه قال لمسخادوف لو لم تطردهم إحنا مش هنقف معك في الحرب، لأنهم عملوا بمهانة. ده عمل إنساني؟ أقول لك حاجة تانية. لا 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 لسن تو مي بقى. في الشيشان في البوسنة كنا بنفرض على الاخت اللي مش محجبه مش هتاخد تبرع مننا لما تلبس حجاب. كنا بنفرض، كان احنا شفناها، انا عشت. كنا بنفرض على البوسناوي اللي فاطر اللي هو قعد 70 سنه في الشيوعيه والاشتراكيه ان لو فاطر في رمضان مش هياخد تبرع. فالاخت بتقوم لابسه على قبل ما تخش الغرفه تقوم لابسه كده حجاب الشرب ده. وبعد ما دخلت العاب واخد بتاع مشي خلاص انا مخي كده. فالقائمين على العمل الانساني الاسلامي لابد ان يراجعوا في مفهومهم لانسانيه الاسلام. انسانيه الاسلام، اذا كان ربنا بيقول لك قاعده في سوره الملعون الذي يدعو اليتيم كالذي يكذب بيوم الدين. تخيل قد ايه الخطوره معامله اليتيم معامله غير كريمه كالذي يكفر بالله ويكفر بيوم القيامه ويكفر بالدين. ثم الذي لا يشيع عن حاجه، شوف بعد ما اديك بقى حاجه جديده اللي احنا مش اللي ما فيش اغلب الجامعات الاسلاميه مش شغاله فيها، اللي هو الادفوكسي يعني بالعربي الحرب او المناصره. هات لي جمعيه اسلاميه واحده عندها اداره للدفاع عن حقوق المسلمين. يمكن ايه عامله لنا حاجه كده وعملنا يعني، لكن الحد نفسه اللي هو الادفوكسي مش موجود في فكرنا. انا ذاك انا ضربت لك المثل، الرجل اداني 100 مليون دولار عشان اجيب اكل لباكستان وما ادانيش 60,000 دولار عشان نخرج الناس. فجزء ان المشكله عندنا احنا يا اخوانا، لابد نعترف بكده. انتوا فرستريت، اقول لك ليه؟ فرستريت يعني انتوا محبط لا مش مشتتين يعني متضايقين.
باقين. انت بتتكلم ومنتهى انت صادق كلامك. بس انت محروق صح؟ انا مش عايزك تبقى محروق ولا انت محروق. انا عايزك تحول الحريقه اللي في قلبك دي لعمل ايجابي. شفت لما كنت شوف شوف يعني ربنا سبحانه وتعالى ما ايه؟ لا مش ربنا استغفر الله اللي هو الراجل العبد اللي قتل الولد ابن الخليفه ده. الواد جميل وبيتمطرس في الاوضه وقع الصينيه على راسه قتلته. قال له اركز من الغيظ ذكره بآية آية وجزء من آية كظمت غيظ ولا عافية عن الناس ده أنا قتلت ابنك هتعفو عني؟ طب عفوت عني وما كمله وقال له إيه؟ الله يحب المحسنين. تخيل قتل ابنه وبعدين يقول له اذهب فأنت حر. فين السلوك الإنساني في الآية دي؟ أنا مش بقول لك محارب وغير محارب ده بتكلم يعني نمشي في مسيرة علشان نبني بيها مجتمعات نمشي يمكن ضربت المثل بتاع مانديلا اللي قال لهم قلبوا الصفحه اللي اتقتل واتعمل لا عايزين خلي احنا قاعدين في الصفحه نفسها في عين اخرى. طب يا اخوانا خلاص مع طب خلاص اقعد في الصفحه ما عادش هتحرك. مانديلا قدر ها؟ قدر وبعدها مش مختلف اه ما انا بقول لك انت ما تقدر اقلب الصفحه واخد بالك او خش على قلب الصفحه واخد بالك لان في النهايه في قضايا مش هتمشي الا بقلب الصفحه اهو اربكان مش قلب الصفحه سنه 97 قلب الصفحه ولا ما قلبهاش؟ قلبها عشان لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه مش قلب الصفحه؟ انت لو نعلم انك محمد صلى الله عليه وسلم لامنا بك مش قال له باسمك اللهم ترش بسم الله الرحمن الرحيم وشال كلها هات سيدنا علي رفض ولا احنا ناسيين الحته دي مش رفض سيدنا علي انه شيلها؟ انتوا ناسيين ان الواقعه ولا ايه؟ سكتوا ليه يا رجاله؟ الرسول قلب الصفحه وفي مرحله معينه لابد نقلب الصفحه لابد ليه انت الرسول حسن نظر للمجتمع هل المسلمين لم يشردوا ولم يعذبوا في مكه قبل الهجره؟ مش هجروا من المدينه وهجروا للحبشه؟ لكن لما الرسول صلى الله عليه وسلم حس ان في شيء هيبني بيه مجتمع قلب الصفحه قال له خلاص انا متلازم يعني سيدنا عمر قال له ايه؟ قال له انا ارضى في دينها بالدنيا مش كده ولا ايه ولا بس مش النص فعلامة نرضى الدنيا في ديننا فعلامة نرضى الدنيا في ديننا قال له انت قال له سيدنا ابو بكر قال له ايه؟ الزم غرضك الزم غرضك خلاص بقى انت بتتكلم عن مين؟ بتتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلابد احنا واحنا منفعلين ايها الشباب ان انتوا امنا في الحياه انا خلاص انا بودع انا عايزك انت تاخد مكاني انت فكرت نفسي وانا بلعب كوره زمان انت ما اعرفش خدت بالك؟ لذلك احنا عايزين نتعلم يعني شوف ايه؟ شوف انا سعيد جدا بان انا ان انتوا يعني طلعتوا الحراره دي عشان نخرج بشيء نشوف التانيين بيبصوا علينا ازاي. بيتفهموا لان احنا في النهايه هنعيش معاهم. في بلد ما قسما في بلد ما تجاري هعيش معاه. تجارتي هعيش معاه. خلاص الموضوع انتهى. الموضوع انتهى. انا بقلب الصفحه ليه؟ لان احنا مش قادرين نستوعب ان احنا بنبني مجتمع. الذي يبني مجتمع يا رجاله ويا اخوات لابد ان يتنازع عن جزء من رايه وجزء من شخصيته الاعتباريه. هو لن يستطيع ان يبني مجتمع. مين كان في اخ كان في الاخ؟ انا ما عنديش مشكله اقعد الصبح. اخونا اللي هناك ده الحلو ده واخونا الاحلى اللي هنا. بس انت بقى يعني اديني بقى حاجه سوريه كده من بتاع الشواب يعني. اخونا اللي هناك ده. اخونا هيثم مش كده؟ ايوه. في الميكروفون يا هيثم. تسمع كده لو اتكلمت؟ اصلا. خلاص اديله الميكروفون. ده انا سعيد جدا، ايه السعاده؟ بتدي السعاده والنعيم؟ طيب حضرتك الحكومات اللي هي الفاسده لو جيت تدخل المعونات او كده وطلبوا هم ياخدوا فلوس عشان تخليك تدخل بتعمل ايه؟ عشان كده انا قلت لك احد المشايخ قال لغايه 50% و60% يعني بتدوا الحكومات؟ يعني مش الحكومات، فرض عليك انت طبعا بتقعد تتفاوض الى ابعد الحدود. الى ابعد الحدود لان فتوه الشيخ دي بس ممكن اذكر اسمه هو مات الله يرحمه الشيخ فيصل المولوي حد بعد الشيخ فيصل المولوي الشيخ فيصل المولوي كان معانا في برمنجهام وقال المناطق اللي هي دي صعبه علشان توصل ال 50 في ال 20 30 40 50% ممكن تدفع 50% الجهه الاخرى اللي هتوصلها ليه؟ انت في النهايه انت مضطر لو ما كانش قدامك وسيله اخرى انك توصل المال ده للناس. ده فقه متقدم من الشيخ فيصل من 20 سنه.
يعني رقم اطلع عليه رقم شيخ اسمه قرضاوي ألف في الايه؟ المؤلفة قلوبهم. سألت له السؤال ده وجه عند وجه. قال لي حتى ولو لم يرجى اسلامهم. شفت بقى؟ احنا فاهمين المؤلفة القلوب ده؟ ادي عشان يبقى مسلم. لا، حتى ولو لم يرجى اسلامهم فأعطيهم لتأمن شرهم. قد ايه؟ ما انت بتقعد في الشرع ما تقعدش مع عين البند، تقعد مع فقيه. لما تقعد في المجتمع تقعد مع اسمك ايه؟ بسام البند. لأنه هو فقيه مجتمعي. ففي اثنين من الفقهاء، في واحد يفهم في الايه؟ في المجتمع، لابد يقعد مع الشيخ الشرعي. فالشيخ قالها بمنتصف ودي انا اشهد عليها امام الله ام الدين. قال لك ايوه حتى ولو لم يرجى اسلامه. قلت له لما مولاتك هم بيكفروا الايتام المسلمين واحده، قال لا يكفر الايتام غير المسلمين. الاجاز الاشياء دي كلها ليه؟ لان اصبح ينظر الى الطفل ان هو يعني محتاج. واخد بالك؟ فده اللي احنا بنتكلم عليه لما الفقهاء بيكونوا عارفين ابعاد القضيه من واحد فاهم القضيه. تفضل. طيب عاوز اعرف ايه سبب اغلاق مؤسسه الحرمين؟ امريكا قفلتها ليه؟ والله ما اعرفش. لا 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 هو رجعوا لا هم راحوا شروا الاسفان شروا راحوا راحوا حصل عليك الاخت انا اول ما اتاخر اختي من الامارات الاخت نور الاخت لا من مصر. بالنسبه لدعوه التعايش يعني دعوه اوكي ممكن تعايش مع الاشخاص الاخرين بس لازم برضه محاسبه ما فيش مشكلة. يعني حقوق العباد ما بين العباد وما بين رب العباد. حقك ان انت ما تنزلش عن حقك. لكن من حق القائد ان هو يقلب الصفحة وبعد ما كده تطلب حقك ما فيش مشكلة. اتفضل انا اخونا هيثم انت ولا؟ بسام بسام. انتوا ادي له ادي له يا ابني البتاع ده. اخر سؤالين بقى اخر سؤالين. الله يجزيك خير انا ما سؤال انا بس عندي تعليق بسيط. تعليق عوض. الله يجزيك خير الكلام. انا اتعلمت كلام كتير جدا حاجات حلوه جدا منكم يعني جزاكم الله خير. انت تعليقك ما كانش سخن يعني كان حلو. زي جزاكم الله خير. اتفضل. الله يجزيك خير كما تكلمت يعني الامر فيه سعه. ايوه. وديننا لا نخلي كويس يعني لا نضيع. لا نضيع واسع. كشكشها ما تعرضهاش قصدي ايه؟ ايوه. وعرضها ما تكشكشهاش مش كده؟ خليكم معانا كده بقى زكية زكريا. الامر يحتاج وانت كما ذكرت يعني الدين هو جزء اساسي لا يمكن ان يصور. الامر يحتاج الى 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 تقييد دائما في كل مساله لانه الـ يعني كما يقال في المثل الشيطان يكمن في التفاصيل. ايوه. تفصيل صغير يمكن يخلق. جزاكم الله كما ونقطه اخيره كما في ديننا لما احنا ممكن نساعد المسلم وغير المسلم في ديننا الولاء والبراء وموالاه الكافرين او موالاه المحاربين شيء خطير جدا يجب حذرهم. المحاربين طيب انا بس انا كنت قلت حتى قبل كده او كنت قاعد ارد عليه رجع عشان كده انا بس او ادي لاخوك الميكروفون. انا طبعا انا سعيد جدا ان متوسط العمر هنا اقل من 30 سنه سنه نمره واحد يعني واصغر واحد فيكم هو اخونا الحلو ده والحلو اللي جنبه والحلو اللي جنبه ها الحلو حياتي وروح اللي بحبه واللي وده برضك بالك ان الاراء مختلفه ده جميل جدا ان انتم مؤمنين بقضيتكم ودي مهمه جدا ان انتم بتدافعوا عنها بحراره ده مهم جدا يعني واجه البوسطه بقى لابد نواجه البوسطه لما نرجع البوصلة نعمل ايه يا شباب؟ اننا نركز على الهدف كلنا مع بعض. ايه الهدف اللي احنا عايزين نحققه؟ انا هختم بحته يا سويا عشان طبعا دي مؤلماني جدا لان انا اعاني من القضيه السوريه منذ ان بدات وهي البلد الوحيده اللي ما دخلتش ارضها بعد القضيه عشان ما يحطونيش على اي قائمه من القوائم. قعدنا ندفع دفع شديد في احد المؤسسات الكبيره عشان يعملوا مؤتمر في سوريا في يوليا 2011 رفض رفض ثم دفعنا مره اخرى في نوفمبر 2011 ورفضت رفض الملف السوري كان ملف ايه مختلف عليه في المنطقه الى اخره. احنا
احنا على قد امكانياتنا عملنا ورش عمل للجامعات الصغيره ده كده في مصر الى اخره ومرشين ثلاثه وخلصنا. في ديسمبر استطعنا مع الامم المتحده نعمل ورشه نتكلم فيها عن حاجه واحده، كيف نعمل عملا انسانيا من اجل سوريا. حضرت معانا منظمه التعاون الاسلامي، حضرت معانا الامم المتحده، وحضرت كتير جدا من الناس في مفضل وصفتين في القاهره. ففي 19 او 17 ديسمبر 2011 فاحنا بندفع من امتى؟ بندفع من ابريل ومايو ويونيو، لانها قضيه ما تنفعش السادس. خلاص؟ بعد ما وصلت وقفوا بعد كده ففي 2012 عملنا مؤتمر اكبر في الجامعه العربيه. فلما تدفع في ملف سوري في سياسه وفي امن في قوى اقليميه في قوى عالميه وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، لابد ان تعرف كيف تدفع الملفات في الجوانب او في الكواليس. وده نجحنا بعد سنه بالظبط ان نجمع الثلاث مؤسسات الكبيره عشان نبقى القضيه السوريه قضيه اسلاميه. هذا معاكس القضيه الليبيه. في مارس 2011 عمرو موسى وافق على عمل مؤتمر انساني في القاهره لسوريا، وهي الحرب لسه شغاله، سوري اليمن، سوري ليبيا، والحرب لسه شغاله في بنغازي مش في طرابلس. كان في مارس امتى؟ مارس 25 مارس 2011، يعني 6 أسابيع من الحرب. هو النزاع. والتاني كان اكبر منه كان في مايو او في يونيو. فالملفات دي يا اخوانا لما كنت انا بتكلم على التكتلات والتحالفات، لو انت عايز مؤسسات كبيره تكون معاك افهم هي بتشتغل ازاي. مش سوري مش افهم. نفهم كيف تعمل هذه المؤسسات. العاطفه بتاعتك اخي صاحبك اسمك ايه؟ محمد. حماده. العاطفه دي انا عايز احولها الى خطاب واقعي بالارقام. بالارقام زي ما قلت الابحاث والثينك تانك اللي هو المؤسسات الفكريه. الدول اللي هتسمع الخطابات العاطفيه هيسقفوا لك، والاخ هيتقوا لك. عايز ورق. انا كان منتهى الصراحه يا اخوانا. ان احنا لا نستثمر في الابحاث. اذا كانت مصيبتنا احنا ما نستثمرش في التعليم. فاحنا لا نستثمر في الابحاث. ازاي انا هودي ورقه بحثيه محترمه فيها ارقام وتحليل ليه حكومه عشان تتبناها؟ او ليه مؤسسات عشان تتبناها؟ فلا بد اتعلم ان انا احول غضب يا حماده انت وبسام ومين الثاني؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن؟ اي والله. وعبد الواحد. واخد بالك؟ ازاي انا احول الغضب بتاعكم ده؟ في حد كده كان غضبان تاني مشكله؟ لا مش غضبان سوري، الانفعال العاطفي الجميل اللي في حب. احنا اللي عبرنا يعني. وانا اسمي سيد الغضبان. كنت اسمي سيد العاطفي قبل كده اصبحت سيد الغضبان. فازاي كل هذه الاشياء لابد نحولها الى ورقه عمليه. ورقه عمليه. هاخد بس سوريا عشان ننتهي بيها. انا عايز ارجع المجتمع السوري مره اخرى، نفرض ان شاء الله الشهر الجاي كل الفصائل وقفت عن القتال. خلاص خلاص انا بقول ده ايه؟ حلم من الاحلام تحقق. ايه منهجنا في دخول الناس ال 3 مليون او 3 مليون ونص طفل عايزين تعليم، واستقرار 11 مليون المشردين في داخل سوريا او خارج سوريا. فكروا وبعضوا لي افكاركم، انا عندي فكره بس ما فيش وقت ان انا اقولها دلوقتي لان خلاص يعني تابع عليكم هنصلي الفجر هنا. بس انا سعيد جدا انكم يعني لم تتحرك. ده ايه الجمال اللي انا شايفه ده؟ كل يا عبد الرحمن. ده هو الراجل فضل قاعد واخد للاخر ما رضاش ياكل لما ايه لما انا هاكل معاه. فقط لا انك تنزل تاكل معاه. لا انا هاخد هاكل بره، انا قلت هاكل بره. وعلى حساب محمد عبد القادر. فلذلك انا اشوف اقول لكم ضع هذا السيناريو، مش احنا ملف السوري بقى 4 سنين؟ الحرب وقفت دلوقتي. ويا رب امين. انا هعمل ايه؟ بس سؤال بسيط. عندكم الايميل بتاعي معاك يا عبد الله لو اديني الايميل؟ معاك الواتساب؟ ايه ده والله؟ مش ده هو ده؟ مش ده يا عم هم كل دول اولادي. عندك في مؤسستين هم. قول لي هتعمل ايه؟